مرحبا ابو سيف. اهلا استاذ سالم، جيت بوقتك. الشاي سخن وخمير، تفضل اخي. قبل ما اشرب شاي شو صار بالمسجله؟ كل خير اخي، كل خير. يعني تصلحت ولا ما تصلحت؟ شبك طالع خلق علينا؟ لانه مسجله صار عندك اسبوع، يعني بهالاسبوع كانت تصلحت اذاعه بحالها، مو مسجله صغيره مثل هاي. وينها؟ بسيطه بسيطه، تفضل اخي. وهي المسجله، بس انت روق علينا شوي. يعني خلاص مشي حالها، تصلحت تماما؟ شو اللي احنا عم نلعب لك؟ لا طبعا ما عم تلعب. المهم شو كانت علتها؟ غيرت لها المكثف والفحمات ونظفت لها الراس. مو على اساس بس المكثف عاطل؟ مزبوط، هيك بين معي من المعاينه الاولانيه، بس بعد ما فتحنا المسجله بين معي عطال تاني. يعني شغلتنا استاذ مثل الدكتور، ما بيقدر يعاين مزبوط الا اللي يشوف بعينه. شلون يعني؟ يعني الدكاتره بيقولوا للمريض معك زايده او بحصه بالمراره او اي شيء من هاد، ولما بيفتحوا بطنه بيلاقوا عطلين ثلاثه غير العطل الاساسي، هم بيصلحوهم بطريقه. وعنا هيك بنعمل مع الاجهزه الكهربائيه، بنفتح المسجل مشان نصلح المكسر، بيطلع معنا بلاوي متلتله ما كنا حاسبين حسابها. لا حول ولا قوه الا بالله. شو بنا ابو يوسف صاير عم تحكي اكثر من هالراديوهات اللي عم تصلحها؟ يمكن عديت منهم. المهم هلا قديش طلع لك معنا؟ 600 ليره بس. قديش؟ 600. تشتريها؟ نعم. مو كتير 600 ليرة؟ لكن مو كتير؟ كنت فاصله شوي، لا تعطيه مثل ما بده. ما بقدر فاصله، لأنه أنا ما بفهم بهي الشغلة. بعدين شو عرفني شو حاطت حق مكثف ولا حق فحمات؟ هذا إذا كان حاطت هيك شي من عين أصله. يعني معقول يكون عم يكذب عليك؟ ما بعرف، وما بقدر حطه بزمتي. بعدين المسجلة جديدة، معقولة يتعطل فيها ثلاث شغلات دفعة واحدة؟ والمشكلة انه اغلب المصلحين بيستغلوا جهلنا بالامور الفنية وبيقطشوا وبيلحشوا على كيفهم. مثلا بيجيك مصلح البرادات شو بيقول لك؟ عبيت لك غاز، صلحت لك الضاغط ولفيت المحرك. طيب اوكي، مصلح التليفونات، الذاكرة مضروبة والمكثف اللي رقمه مدري قديش محروق. بيجي مصلح تلفزيونات بيلعي قلبك وبيشرح لك ساعة عن الايسيات وعن ناخب الالوان وما بعرف شو ضرب السخن هذا اللي بسموه، وانت ما بيطلع بايدك شيء ابدا الا تدفعي له. بعدين مينو هذا الشاطر اللي بده يقعد يناقش المصلحين بالضواغط والمكثفات والايسيات والفيوزات الطاقمين؟ هلا معقوله كل المصلحين هيك؟ انا ما قلت كلهم، اكيد في منهم بيشتغل بضمير وجدان، بس يعني هدول قلال. بتعرفي ندى، انا عم تخطر لي فكره جهنميه. شو هي بقى هالفكرة الجهنمية؟ ليش أنا ما بفتح محل تصليح للأجهزة الكهربائية؟ أنت؟ ليش شو بفهمك أنت بهيك شغلات؟ صحيح أنا ما بفهم فيها، بس يعني بدبر راسي. شلون بتدبر راسك؟ إلك كان أبوك مصلح مسجلات ولا جدك مصلح تلفزيونات؟ بدبر راسي، شو هي كيمياء؟ معلم. اهلين اهلين، اهلا وسهلا. مبروك المحل. الله يبارك فيك. اذا بتريد ممكن تشوف لي الراديو. الله يخليك. ايه تكرم عينك. شو بهم شو بشكي؟ ما بعرف، هيك صوته شوي عم بيوش. بجوز يكون بده عيار الديسبل او تغيير وشيعه. اترك لي اياه شي يومين. طيب قديش بكلف يا ترى؟ ما فيني اقول لك قبل ما صلحه. على كل ما رح نختلف. شو الاسم؟ نادر. اوكي، شي يومين ثلاثة بيكون جاهز. ماشي طيب، شكرا. يعطيك العافية. الله معك، مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك. في مسجل باسم عصام، يا ترى جاهزة؟ ايه لحظة إذا بتريد. هاي المسجلة جاهزة. رح أجرب لك إياها قدامك. ماشي. فيها شريط لشوفه. شلون هيك صوتها تمام؟ تمام مزبوط، يسلموا الايدين. شو كان علتها هي؟ بعد المعاينة الأولى غيرنا لها الآي سي وحطينا لها مدخم صوت. يعني قديش الكلفة؟ 350 ليرة بس. طيب. شرف. أهلا وسهلا. معوضين. يسلموا الإيدين. مرحبا يا أخي. أهلين وسهلين. بتصلح مكاوي حضرتك؟ إي طبعاً، نحن بنصلح كل شيء مدام. شوف لي المكواي الله يخليك. شو بها شو علتها؟ عم بتكهرب. بسيطة مدام بسيطة، خلي لي اياها كام يوم. وان شاء الله ما بتكلف كثير. والله يا اختي ما ببين معي لحتى افحصها واعرف شو علتها. طيب افحصها هلا وقلي شو بتكلف. لك لا شو هلا مدام؟
مانك شايفة قديش مكوم الشغل فوق طاولتي؟ هلأ ماني فاضي. بصراحة أنا خايفة تكلفني زيادة وما أكون عاملة حسابي لهالشي. ولا يهمك مدام، إن شاء الله ما بتكلف كتير. أنت قديش عاملة حسابك؟ يعني شي 200-250 ليرة. بإذن الله ما بتكلف أكتر من هيك. شو الاسم؟ أم نوري. أهلا وسهلا فيك. هاي أم نوري، إن شاء الله يوم الخميس بتكون جاهزة. يعطيك العافية أخي. أهلين، مع السلامة. وهون السيد نادر. السيد نادر. ألو. نعم. أهلين. شو؟ الأغراض؟ طيب بجيبهم بطريقي. لا لا، بجوز أتأخر على الغداء. إيه مشغول. لك بشو يعني؟ عندي تصليح. إيه طيب، الله معك. شلون عم يصلح وهو ما بيعرف يفك برغي؟ وهي مكواية أم نوري كلفت 50 ليرة، غيرنا لها الأشرطة والفيش. أوكي. وهي مسجلة ماهر الضماني. نعم. كلفت 150 ليرة، كان المكثف محروق. وهي خلاط أم سميح بدلت له فيوزين وترانس، كمان كلف 150 ورقة. مزبوط. وهي سشوار بنت أم سميرة، كان موتوره محروق، كمان كلف 200 ليرة. الله يسلم هاليدين يا أبو يوسف. هيك قديش حسابك صار؟ يعني كلهم على بعضهم إذا عندنا 550 ورقة. حاجة 500 أبو سيف، حاجتك يعني ليش كل هالطماع؟ ماشي الحال، مثل ما بدك أخي. تفضل. معوضين إن شاء الله. أبو يوسف، في تلفزيون أسود وأبيض قديم جاييني، بتعرف فيهم هدول؟ بعرف بكل شيء، شو ما إجاك أنا جاهز. ماشي الحال، أصبح بكرة ببعت لك إياه مع الصبي. اقعد اشرب شاي. مستعجل كثير أبو يوسف، ما فيني، عندي شغل كثير بالمحل، بدي روح صليح. ايه صحيح، لازم تصليح. ايه بدك تعلمني التصليح ابو يوسف؟ لك ايه شو بدك بوجعة الراس وتتعلم طالما انا موجود؟ قلتك انا ذهني سميك، بحياتي ما راح اتعلم. يعطيك العافية اخي. اهلين ام نوري، الله يعافيكي. شرفي، هاي المكواية جاهزة. الله يسلم الايدين. قديش كلفت اخي؟ 200 ليرة بس. تفضل. يسلموا هاليدين. كتر خيرك. وينك ام نوري؟ اذا رجعت كهربا ترجعي لي اياها فورا. ها ماشي، يعطيك العافيه. مع السلامه، الله معك. يعطيك العافيه. اهلين، الله يعافيك. صلح الراديو؟ انو راديو؟ من يومين جبت لك راديو كان عم بوش، وقلت لي مدري شو بدك تغير فيه. وعادتني بعد يومين. ايوه ايوه ايوه، تذكرت صح. سيد نادر ما هيك؟ ايوه بالضبط. لحظه شوي. وين حطينا؟ شلون هيك صار؟ معقوله نسيتو عند الزلمه؟ اخي نادر معلش، بترجع لعندي بعد يومين؟ لسه بدي انتظر يومين؟ عمي انا ما بقدر بقعد بالراديو، بدي اسمع اخبار. اسمع مني، ارتاح لك شي يومين من الاخبار بتدعي لي. طيب ممكن اعرف ليش بده يومين؟ لما فتحت الراديو لقيت الفيوز 3/14 محروق، وهذا الفيوز ما عاد عندي منه هون. بعثت لك على الوكاله بشارع النصر عند سوق الكهرباء، وبكره راح يكون عندي. ماشي الحال، بس دخيل عينك، اعمل جهدك بعد بكره يكون خالص. ما بدي تروح علي حلقه حكم العداله. ولا يهمك، انت تيسر وتطمن. يعطيك العافيه. مع السلامه. انو راديو؟ راديو باسم نادر، جبت لك اياه من 3 ايام. حاضر، داير ادور لك عليه. دور عليه منيح ابو يوسف. بسيطه بسيطه. شو صار معه؟ والله يا سيد سالم ما بين معي شيء. شو يعني؟ يعني بجوز انت ما اعطيتني اياه. لا لا لا، انا متاكد اني جبت لك اياه بايدي. شو هالحكي؟ بسيطة، إذا متأكد ما بروح سيدي. أخي أنت بكرة تعال عندي وبلاقي لك اياه. ليش بدي أرجع بكرة أبو يوسف؟ الله يخليه، خليني أخذه بإيدي ويتيسر. الله يخليك يا أبو لطيف. شو لحوح، مو هون بدي أدور لك عليه. وينك؟ السلام عليكم أبو يوسف. أهلين أهلين أبو عبدو. هاي مسجلة أم صبحي، وهي راديو سيد نادر. شو عم يعمل هذا الراديو معك؟ شو عم يعمل يعني؟ عم صلح له أبو يوسف. شلاح الجراف يا رياض، مو لابقى على الطقم.
هلا بدي ضل اشلح والبس، رح اتاخر. مساك هلا. هالجرافي احلى وقلبها على الطقم. بعدين يكون بعلمك من هلا ورايح بده يكون هندامك راكز، يعني ما عدت موظف صغير، صار مركزك مهم بالشركه. يعني مو حلوه تخفق مثل ايام زمان ببنطلون كاحت وقميص مو معروف شو لونه. شو صرت يعني؟ معاون وزير ولا مدير عام؟ كلياتني شقفه محاسب، لا راح ولا اجا. والله يلي بيسمعك عم تحكي بهالاستهتار هاد بفكرك محاسب عند شي فران او عند بياع خضره بسوق الهال، يعني مو محاسب بشركه طويله عريضه مثل شركتكم. يا ستي مو فارقه، الشغل شغل وين ما كان، بس الاكل همه انه حجم المسؤوليه هون بالشركه اكبر والاعباء اكثر ووجع الراس زياده. يعني الشغله مو هينه. معك حق، مو هينه، بس انت قد وقدود، ولو ما تكون هيك يعني ما كانوا اختاروك من بين 20 موظف بنفس درجتك ومعهم نفس شهادتك لهالمنصب هاد. ايه الله يرحمك يا ابو وليد، مين كان حاذر انه يتوفى وانا اجي استلم محله؟ شغلي لا كانت على الباب لا على الخاطر. فعلا انخطف خطف. مساك رياض، مساك حط هالمحرمه بجيبتك. كمان محرمه؟ ليش لا؟ المحرمه بجيبة الطقم تعطي هيبه اكثر. حاضر يا ستي، هي المحرمه. بس الغريب يا نادية انك عم تهنزيني وترستقيني ومالك سالي عن شي، يعني مالك خايفة علي؟ ومن شو بدي خاف؟ من الموظفات الحلوات اللي عنا، يعني ما بتخافي يصطادوني؟ سيدي يلي دين عم على قلبها فيك الله لا يقيمها، بتكون جنت على حالها. الله يسامحك، هذا اللي طلع معك؟ والله يلي بدق الباب بيسمع الجواب. عجبك هيك؟ هي رح اتاخر من اول يوم. بدك شيء؟ ايه، وينك رياض؟ فوت على المكتب برجلك اليمين. واذا فتت باليسار شو بيصير؟ اذا فتت باليسار بجوز يطيروك من محلك من تاني يوم. منيح اللي قلتي لي، لفوت باليمين بركي بنطلي شي نطه وبصير مدير عام. خاطرك. مع السلامه. نور المكتب استاذ. نور بوجودك يا ابو هاني. شو رح تشربنا اليوم؟ قهوه مره، تفضل. دو بخير ان شاء الله. شو القهوه المره؟ في حدا مات؟ بعيد الشر استاذ، شو القهوه المره بس الحزن؟ كمان بالافراح بيقدموا قهوه مره. افراح شو؟ يعني في شيء مناسب اليوم؟ استاذ انتوا اليوم استلمتوا الوظيفه الجديده واكيد رح يجوا كل الموظفين ليباركوا لك، معقول ما نقوم بواجب الناس ونضيفهم شيء؟ فعلا غابت عن بالي هالشغله. برافو عليك، منيح اللي حضرت حالك وساويت القهوه. مسيك لك. تنزلي على المؤسسه اللي تحت بتجيب مجمع شوكولاته وشويه سكاكر. حاضر استاذ. صباح الخير استاذ رياض. اهلين استاذ صريف، صباح النور. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك بعمرك. يعني صدقني قد ما زعلنا على المرحوم ابو وليد قد ما فرحنا لك. تفضل استاذ. نعم الشوم، انت عم ضيف قهوه؟ شو وين ابو هاني؟ بعته مشوار صغير. ان شاء الله منا لاحسن استاذ. لا سيدي بكفي هيك لهون وبكفي حاجتي. السلام عليكم. اهلا استاذ عادل. اهلا اهلا استاذ عادل. ان شاء الله الف مبروك يا استاذ. الله يبارك بعمرك. اهلا استاذ عادل. كيفك اخي؟ اهلين بخير الحمد لله. تفضل استاذ عادل. يسمع الايدين. كيف لقيت الشغل الجديد يا استاذ رياض؟ الحمد لله ماشي حاله. انت اكيد ما بينخاف عليك، انت موظف خبير وكفء، وبظن انك رح تقدر تسد الفراغ اللي تركه المرحوم ابو وليد باسرع وقت. يا سيدي ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم والله يقدرنا على حمل الامانه. هي فعلا امانه كبيره وصعبه ومو ايا كان بيقدر عليها. مركزك هاد عصب الشركه الحساس وعامودها الفقري. صدقني استاذنا اني انا ترددت كثير قبل ما استلم هالمركز للاسباب اللي ذكرتها حضرتك. بصدقك ومعك حق. على كل حال خلينا بالواقع الراهن هلا. بدي اياك يا استاذ تخلص لي جداول الرواتب بسرعه. بجوز اول مره تتعذب فيهم شوي، بس شوي شوي تاخذ ايدك على هيك شيء. حاضر استاذ، من اليوم رح ابدا فيهم. هلا 4000 ليره صاروا مبلغ كبير؟ طبعا يا خانم، لما بتدفعي 4000 ليره حق سكاكر وشوكولاته ونوكا معناته لازم يكون دخلي بالشهر 100000 واكثر.
يعني معقوله ادفع راتبي كله حق سكاكير؟ هذا فوق مع ما اعمل لك قيمه وقوم بواجب النسوان اللي اجت تهنيني، يعني بتريد يسود وشي قدامهم وما ضيف شيء يليق بمركزك الجديد؟ ولك حاجه تقولي مركز جديد؟ هلا بصدق حالي بعدين؟ ان شاء الله مفكر انه استلمت هيئه الامم المتحده انا؟ ان شاء الله قلتي للنسوان باني صرت شي شغله مهمه بالدوله او استلمت منصب عليه القيمه؟ احمدي ربك يلي ابي ورطني هالبيت. انا ما قلت شيء، هنن اجوا لحالهم. ليش في شيء بتخبى بهالبلد؟ بعدين شو ما صرت اسمه ترفيع ولازمه ضيافات واستقبالات. انت بتعرفي قديش زودوا لي معاشي على المنصب الجديد؟ لا والله. 450 ليره، 350 ليره تعويض صندوق، و100 ليره تعويض مدري شو، يعني لساتني من اصحاب الدخل المحدود والمحدود جدا، يعني لسه ما انحسبت على الموظفين الكبار يلي عم يعمروا بيوت ويفتحوا مشاريع من ورا معاشاتهم، فهمتي ولا عدلك وقفت اليك؟ خلاص فهمت. يعني مو محرزه الشغله تنبحت علي كل هالقد؟ طبعا مو محرزه ابدا. ولك اذا اشترينا بكل المعاش سكاكر وشوكولاته ونوكا شو بدنا ناكل من هلا لاخر الشهر؟ خلاص اطمن مندبر راسنا، ما رح تموت من جوعك. يا لطيف شو قاتلك بطنك. الو استاذ طريف، ممكن تيجي لعندي شوي؟ مالك شايفه غريب شوي؟ شلون يعني؟ أول شيء الأسماء نفسها عم تتكرر على طول الشهر. ثاني شيء معظم أيام الشهر الماضي ما صار فيها شغل. ثالث شيء وهذا الأهم، عدد العمال المسجلين هون كتير كبير وما بيتناسب أبداً مع حجم العمل اللي عنا. إذا من شان العدد هذا الشيء طبيعي. أنت بتعرف العادة. يعني إذا بدهم يركبوا لهم شي حنفية بيجيبوا 10 عمال وبيشغلون 4-5 أيام. وإذا الأسماء نفسها عم تتكرر ما بتصور إنه في مشكلة بهيك شيء. هلا المرحوم أبو وليد كان يوقع على هيك جداول؟ أوهو على العمياني كان يوقع بدون ما يطلع فيه. بقى بعد إذنك يا أستاذ رياض، أنا بشوف إنه ما في داعي تضيعوا وقتكم فيه. مالك حق، ما راح أضيع وقتي فيه. مو هيك؟ راح آخذ جداول معي على البيت ودقق على مهلي. تقدر تروح على شغلك أنت. حاضر أستاذ. ايه سألني عن جدول ميامي، قلت له هالحكي ما اقتنع. شو يعني اقنعه بالزور؟ لا لا ما حكى هيك شيء. لا مو قصة شكوك، يعني استغراب بس. ايه طبعا طبعا يا سيدي، بعد ما يستغرب بده يشك، وبعد ما يشك بده يتحرى ويدقق، وبعد ما يتحرى رح ينكش علينا اشكال والوان. ليش؟ لانه رح ياخذ الجدول معه على البيت. ايه سيدي هو هيك قال. إيه بعرف انه مصيبه، لكن ليش عم خبرك؟ طيب طيب جاي لعندك حالا. شو رياض مطول شغلك؟ ايه مطول، ليش؟ كنت حابة نطلع مشوار برا البيت. معلش يا نادية، يمكن هالكم يوم ما اقدر لا روح ولا اجي، يعني بدك تتحمليني شوي. ايه طول عمري متحملتك، وقفت على هاليومين. شوفي مين؟ الأستاذ طريف بده إياك. طريف؟ غريبة، شو جابه هلا؟ كيفك
شلونك يا استاذ رياض؟ اهلين 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 استاذ طريف. الحمد لله شريف ارتاح. بس ما اكون ازعجتك. لا لا ولو البيت بيتك. خير يا استاذ طريف؟ الله يجعلك بخير. انا جاي احكي معك بخصوص جدول العمال. ايوه ايوه ايوه. خير شو بو؟ يعني قصدي كيف لقيته؟ بصراحة؟ ايه كله تخبيص وفي عليه أكثر من إشارة استفهام. وبصراحة أكثر أنا حاسس إنه هالأسماء كلها وهمية. يعني يا أما في أسماء أصحابها عم تقبض وهي قاعدة بالبيت، يا أما هالأسماء مو موجودة أبداً وفي مين عم يقبض عنها. أنت شو رأيك؟ أنا ما بعرف شي عن الجدول يا أستاذ رياض. أنا كل معلوماتي بتنحصر باسمين وبس يلي جاي حكيك من شانه. أنو اسمين؟ الثالث ورابع اسم بالجدول، علي ممدوح وأحمد ممدوح. إيه إيه تذكرتهم. شو بهون؟ بصراحة أستاذ رياض هدول نحن ضايفين أسماءهم هيك. شلون يعني هيك؟ يعني هدول لا هن عمال ميومين ولا هم يحزنون. شو هالحكي؟ منين هدول لك؟ هدول أولاد المرحوم أسعد ممدوح. سيدي الله يرحمه. بس شو جاب أسماءه للجداول طالما هن المعمال؟ جايك بالحكي أستاذ، بس لا تضوج علي. بتتذكر الحادث اللي صار على طريق الزبداني السنة الماضية؟ أنو حادث منون؟ السنة الماضية مثل هالأيام كان في ميكرويين محملين ركاب عم يتسابقوا على طريق الزبداني. قال كانوا الشوفيرين متشارطين على كيلو نابلسية. المهم ما حدا أكل نابلسية لأنه انضرب دولاب الميكرو الأولاني وفات بالميكرو الثاني. إيه 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 تذكرت الحادث، وقتها كتبت عنه جرايد. المرحوم أسعد ممدوح كان راكب بالميكرو الأولاني والمسكين أكل ضربة على رأسه ومعطس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ولأجل الحظ أولاده علي وأحمد كانوا بالميكرو الثاني. وصار لهم شيء؟ أكلوا اللي فيه النصيب. كمان ما عطسوا؟ لا عطسوا بس انعطبوا، والمساكين هلأ قاعدين اثنين بالبيت لا شغلة ولا عملة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا مأساة. بس شو مناسبة الحديث هلا؟ أبو وليد الله يرحمه تعيش كان قلبه لله وإيده للخير هيك، ولما سمع بقصة هالشابين دمعت عيونه وجعه قلبه كتير عليهم، وانت بتعرفه قديش قلبه حنون. ولك بعرفه بعرفه. المهم المهم المرحوم أبو وليد الله يرحمه دق إيده على صدره وقال أنا من عندي رح ساعد هالشابين. وكيف ساعدون؟ صار ينزل أسماءهم بجدول المياومة. هلا فهمت. بقى دخيل عينك يا أستاذ، هالشابين أمانة برقبتك وأنت ابن حلال مثل المرحوم، لا تحرمه من الحسنة وإلك الأجر، وعند الله ما بيضيع شيء. ونيالك يا فعل الخير والحسنة بعشرة أمثالها، وفي ناس بيقولوا ب12. هلا حتعمل لي درس دياني أنت؟ بعرفه هالحكي، بس يا عمي هي مؤسسة رسمية مو جمعية بر وإحسان ولا ذكية سلطانية، وأموال الصندوق هي أموال عامة مو سبيل فاتحينه على روح امواتنا. استاذ رياض الرحمه قبل العداله والقانون مطاط، يعني فيك تنطه كيف ما بدك. قصدي انه بامكانك تغطي هالشي من بند النفقات المستوره. بقى يستر عرضك، استور على هالجماعه من بند النفقات المستوره. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هالاسمين هدول عرفنا قصتهم، طيب باقي الاسماء الموجوده عندي بالجدول شو قصتها؟ يا سيدي القصه بسيطه. هي مو بسيطة كتير لأنها مأساة فعلاً. أنت بتتذكر البناية اللي وقعت بإتسيا من سنتين ثلاثة؟ إيه 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 بتذكرها. وهالبناية يا أستاذ مات فيها أبو عبدو الناوردي، وهالمسكين ترك وراه كباب لحم كباب لحم، لا بيت ولا مأوى ولا تعويض. الله وكيلك هاليتامى بيقطعوا قلب الكافر. وأبو وليد الله يرحمه تعيش كان قلبه رقيق وإحساسه عالي، لما سمع بهالقصة المسكين دمعت عيونه وجعوا قلبه كتير على هاليتامى، ورأساً دق إيده على صدره وقال عندي تركوا لي الشغلة إلي، وتركتوا له إياها. وبالفعل الزلمة ما كذب خبر. تاني شهر لقينا أسماء الأولاد الأربعة نازلين بالجدول، وصار كل شهر يصرف لهن اللي فيه نصيب. الله يجزيك الخير يا أبو وليد، وإن شاء الله كل قرش حطيته تأخذ عوضه ألف. إيه شو من جيبته هو عم يحط؟ ما دخل أستاذ ما دخل، المهم النية، إنما الأعمال بالنيات.
هلا باعتبار انه حضرتك مدير الشؤون القانونية بالشركة، يا ترى هالشي قانوني؟ انو شي؟ قصدي الحسنة اللي كان يوزعها ابو وليد من الاموال العامة. شوف، هو اذا نظرنا للموضوع من زاوية قانونية بحتة فالموضوع مو قانوني، انما اذا نظرنا له من زاوية انسانية صرفة فالموضوع انساني صرف. والرحمة فوق العدل يا استاذة، وصوت الضمير اقوى من صوت القانون. وقال نيالك يا فاعل خير عند الله، والحسنة بعشر أمثالها، وفي ناس بيقولوا بـ14. ايوه انتبه. شو يعني هالحكي؟ يعني الأسماء كلها هي كانت تقبض أجور عمال مياومة وهن ما فيهم ولا عامل. لكان شو هن هدو؟ ناس بجوز عليهم الحسنة، يتامى ومساكين وعجزة وأبناء سبيل وضحايا حوادث وانهيارات وكوارث. شو؟ ما عم صدق اللي عم بسمعه. معقولة أبو وليد كان عامل المؤسسة جمعية بر وإحسان؟ معقولة الأموال العامة تنهدر بهالطريقة العشوائية؟ يعني إذا أبو وليد كان قلبه لله يروح يتكرم من جيبته مو من الصندوق، كان يروح يمرك ثواب وحسنات من مال أبوه مو من أموال الشركة. بصراحة أستاذ أنا خاب ظني كتير بالمرحوم أبو وليد. خاب ظنك وبس؟ يروح يضحك بعبه إنه مات قبل ما ينكشف أمره، لأني كنت خربت بيته ودفعته كل قرش انصرف هيك. أخ لو يطلع بإيدي إلحقه لديار الحق وحاسبه هنيك. ما في داعي تعذبوا حالكم أستاذ، هنيك في من يحاسبه. هات ورجيني هالجدول لأشوف. أستاذ لو سمحت نظم لي جدول جديد غير هاد، وانتبه ما بدي اسم ينضاف هيك او هيك. جاهز استاذ جاهز، هي جدول جديد. ورجيني. ايه هيك معقول؟ 10 اسماء بس مو 42 اسم؟ لو سمحت ضف لي هون بخط ايدك هالاسم، مشهور عرموطه. موظف عندكم يا ترى؟ هو موظف بس مو رسمي. يعني شلون يعني؟ هو هذا بيشطف لنا درج البناية، زلمة متعيش على باب الله، عنده كم أولاد، خطي خلي ينتفع له برشين. علميني ولا بعلمك، انا عم ريح لساني صار لي ساعتين عم بحكي، شو نسيتي انتي؟ لا مزبوط كنت عم تحكي وما احلاك، وعلى غفله سكتت وصابتك الجمده، مدري شو صار لك. يعني لو كنت قاعد قدام شي رفيق من رفقاتك كان لسانك ما فتر بحلقك وانت عم تبربر وتضحك وتتصاصب. بس يا حسره يلي قاعده قدامك مرتك. ولك يا مخلوقه خافي ربك، صار لي 4 ساعات وانا عم بحكي، يعني ما خليت شغلة ما حكيت فيها. حكيت لك عن الطب والفلك والجغرافيا والتاريخ والسياسة، وانت عم تسمعي وتوافقيني على كل شيء، بقى ليش عم تنكري؟ يعني بصراحة لازم ينزلوني بكتاب جينيس للأرقام القياسية. وليش بقى؟ شو ليش؟ عم برمي لك 600 كلمة بالدقيقة. ارحميني يا شيخ التهاب حلقي. طيب أنا شو بدي بهالأحاديث المعدة؟ بعدين شو بدي أعملك إذا حكيت بكل شيء ما عدا شغلة واحدة؟ وشو هي بقى؟ لا تغشم حالك، تعرفها؟ لا ستي ما بعرفها، هاتي سمعينا لنشوف. ما رح أقلك، لازم تنكشى لحالك. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بدك ياني احكي عن جيراني؟ هلا لا طالع لي خلقي، شو بدي بجيراني؟ وانت تاني لا تحزريني تحزير، ولا تدبلي لي قلبي أكتر مما هو مدبول. تكرم عينك، رح أقلك. انت مالك ملاحظ انه صار لي قاعده بالبيت 20 يوم ورا بعضهم وما طلعت برات باب صقه ولو فشخه وحده؟ ايوه هلا فهمت عليكي، يعني بدك تروحي مشوار. ما بعرف شو رايك انت، بستاهل ولا ما بستاهل؟ لا والله يا روحي انت يلي بتستاهلي، تكرمي على عيني وعلى راسي، بس ما كان بدك كل هالمقدمات، كنتي فوتي بالموضوع من الباب، مو ضروري تنطي نط من الطاقه. المهم هي أنا قلت لك وفهمك كفاية. شو عليه؟
تكرم عيونك يا احلى ساميه. وين بتريدي تروحي حبيبتي؟ بدي اتغدى لي بشي قرني. راسي لراسك، شم هوا وغير جو. حقك عيني، هذا حقك، يعني ما حدا بيسترجي ينكر عليكي هالحق ابدا. لوين بتحبي اخذك حبيبتي؟ على فكره انا عازمك على المطعم. بدي روح لقرنه جديده ومطعم جديد. طيب شو رايك نروح على منتزه الورود لعند ابو رياض؟ هنيك بناخذ راحتنا على 24 ايراد. صحيح ما بيقدموا لا غدا ولا عشاء ولا فطور، بس بيقدموا قهوه. ها بيقدموا قهوه وشاي، وهالشي كلياته لصالحنا. وشلون من صالحنا بقى؟ ما فهمت عليك. يعني مناخد طبخاتنا معنا ومنروح مناكلهم بين الرياحين والورود، شو بدك احسن من هيك؟ ايه لا حبيبي لا، ما حذرت، لا بدي اطبخ ولا بدي انفخ. عم اقول لك بدي روح لشي قرني الناس تدللني فيها وتخدمني، ما بدي فوت على المطابخ، ايه مال قلبي من ريحه المطابخ. طيب طيب انسي الموضوع، انسي، مو مشكله. شو رايك نروح على مطعم ابو وحيد بعين الفيجي على ضفه بردا؟ هنيك المي عم تخدق خدق، ورطوبه، واكل ممتاز، وخدمه رائعه، وناس رايحه وناس جايه. ولا تفكريني عم استرخيص ابدا، ها، لانه الغدا غالي هنيك، بيطلع لهم يا عمي، يعني خدمه ممتازه ونظافه وقطافه. الله وكيلك ما في محل تحطي رجلك، ولازم تحجزي بالتليفون قبل بوقت. ما بدي روح لعند ابو وحيد، حفظته عن ظهر قلب. عم اقول لك بدي قرنه جديده، مطعم جديد. مثل شو؟ ما بعرف، بس بدي شغله جديده ما انساها بعمري. ما اختلفنا يا روحي، بس مثل شو؟ هلا انا الرجال ولا انت؟ شو بيعرفني انا بالمطاعم؟ طيب تروحي على الغوطه على مطعم العندليب؟ امنت بالله على طبعك شو غريب؟ ليش بقى؟ يعني انت متى ما لزقت بشغله ما بتحب تغيرها، اذا رحت على مطعم بتدبق فيه فرد دبقه وما بتحب تغيره، اذا علقت بخضري نفس القصه بتتعمشق فيه طول عمرك. وليش لحتى غيره اذا كنا منه مبسوطين؟ يا سيدي انا مالي مبسوطه، عجبك ولا ما عجبك؟ ولك افهم علي يا بني ادم، عم اقول لك بدي جو جديد ما بنعرفه من قبل. ومنين بدي امن لك هالجو بقى؟ انا بقول لك، قال في مطعم فاتح جديد اسمه مطعم الخيلات. مطعم شو؟ الخيلات هيك اسمه، بس قال شو؟ تحفة تحفة من التحف، كأنك فايت على متحف من متاحف باريس. خضار وشجر وزريعة، لا والجراسين كلهم بنات وكلهم عم يفتلوا بين هالطاولات، ولبسهم بياخد العقل. ها ها، ايوة ايوة، هلأ فهمت عليكي. ومين دلك عليه؟ هيك عم يحكوا النسوان مع بعضهم باستقبال ام لؤي. يعني هن جربوه؟ ما بعرف، بس هيك كانوا عم يحكوا. طيب قديش الفاتوره لشخصين مثلنا معدتهم وسط؟ ما بعرف، بس قال هالمطعم رخيص رخيص فوق الوصف رخيص، قال شيء ما بيتصدق من كتر مو رخيص. يعني ارخص من مطعم ابو وحيد؟ بكتير، قال ارخص من اي مطعم بهالبلد. يمكن صاحبه عامل دعاية، يمكن نادر ندر، شو بيعرفني؟ هالحكي مو من عندي، ها؟ الناس هيك عم تقول. طيب وين محله ها؟ بشارع أبو ريحانة. أبو ريحانة؟ هلأ نحنا خرجنا نروح لهيك مطاعم بشارع أبو ريحانة؟ أبو ريحانة؟ هلأ شحطت على حظي؟ خلاص بطلت، ما عاد بدي هالمشوار كله لا بتطرب المشاوير وساعتها، خليني مدفوسة بالبيت ومقبورة بالحياة أحسن لي. لك شو هالملافظ يلي بلا طعمه؟ شو مدفوسه وما مدفوسه؟ عيب؟ شو قلنا ليه؟ لكن شو هالحكي هادي اللي بيفور الدم؟ مو بايدي يا ساميه، مو بايدي، هيك انا ربيت، ربيت على التواضع والفقر. بخاف من المحلات الثقيله، بخاف، بخاف من المطاعم الجخ. يعني مثلا شو بده يحكي الواحد؟ لوح الصابون لما كان يصير بروه صغيره ويدوب ما كنا نكبه. لكن شو كنتوا تعملوا فيه؟ تاكلوه؟ لا شو ناكله؟ كنا نجمع هالبروات كلياتها، الخضرة مع الصفرة مع الزهر، ونعجنهم ونساوي منهم لوح صابون جديد. صحن المالقي إذا انكسر نصين كنا نخبيه. وليش بقى؟ يضل مخبى هيك حتى يمرق الخراز اليهودي على الباب، نندهله، يخرز لنا إياه، نرجع ناكل فيه من جديد. إيه شو هو ورقة حتى تخرزوه؟ مثل ما عم أقول لك، ولك الشفرة الشفرة يلي كنت احلى فيها دقني، اذا تلمت كنت حسها وسنة بالكاسه حتى تصير حده وارجع احلى فيها. ما اختلفنا، بجوز ربيت فقير لانه ما معك مصاري. ايه بس هلا معك، مو انه ما معك.
المهم هلا عم تقولي المطعم رخيص؟ ولك رخيص كتير، شو بضغط على قلبك؟ بعدين انت مهندس وداير نص اوروبا لما كنت تدرس هنيك، وهيك محلات متعود عليها. لكن شو بدي اقول انا؟ يعني هيك فكرك؟ اي طبعا. ويكون بمعلومك اذا كان هالمطعم رخيص مثل ما يقولوا كل يوم والتاني بدك تاخذني عليه. على عيني وعلى راسي. انت معزومه على حسابي بمطعم شو قلتي اسمه؟ مطعم الخيلات لأم البس. خيلات؟ ناقصنا خيلي لأنه. شكراً. أهلا وسهلا. ميرسي. أهلين، شرفت المحل. أهلا وسهلا. بتحب توصوا على شيء؟ والله بالنسبة إلي بدي لحظة لخبر الشيف إذا تريد. معلي شو عليك؟ أهلا وسهلا. حلو ما هي؟ شو رأيك؟ يعني مو أحلى من الوصف اللي وصفوا لنا إياه؟ أحلى بكتير. الوصف مقصر، الحقيقة أحلى. سامع الموسيقى ما احلاها؟ بتهدي الاعصاب. ليش انت من امتى كان لك مراق بالموسيقى سلو؟ الي مراق؟ شو مالي مراق انت الثاني؟ هلا خليني رايقه وبلا تعليق. ماشي. ايه ستي؟ شو بدك تتغدي؟ شو مكتوب بالليست عندك؟ الليست الثانية قدامي. يا والله. معقول؟ شو ها؟ مكتوب فروج مسلوق بمية الورد، محشي برز أنكل بينز، ومحمص بزبدة الأعشاب الاستوائية، ومدهون بأفخر أنواع الزيت النباتي الآسيوي، وكل هالشي بعشرين ليرة. لك معقول؟ والله هيك مكتوب عندك؟ إيه، راب نفسك ليستا معك. إيه والله صحيح. لك عجيب هالرخص، فروج بحاله بعشرين ليرة. ما قلت لك المطعم رخيص كتير؟ ما كنت تصدق. لا انت شوفي السلطه مرخصه. اسمعي، سلطه بالميتو مع الهليوم. عرفتي بالميتو؟ بالميتو شجر النخيل، لبه لشجر النخيل، مع الجزر والجرجير والطماطم الحمراء والخيار الفرنسي الشهير هذا الطويل الآسي، وفوق منه جبنه روكفور وبازاليا بالكريمه وملفوف امريكاني احمر وفطر ابيض صيني وفليفله هنديه وبيض مسلوق ترانشات مع اللبن المقشود، كل هالشي 9 ليرات مع الخدمة 15%، يعني ما عدا الخدمة 8 ليرات. ما قلت لك رخيص كتير؟ ما كنت تصدق. يا ريتنا مستلطين على المطعم من زمان. يا جماعة، لك بحلم أنا ولا بعلم؟ شلون بتوفي معه هاد؟ لا تشفق على حدا. لو ما بتوفي معه ما كان فتح مطعم ورخص الأسعار. هذا لا تنسى إنه ربحان كمان، يعني لا تصدق إنه في حدا بيبيع بخسارة. العالم مالها جدوان وبتعرف مصلحتها. فصاحة، كيلو البندورة لحاله من باب سريجي أو من شيخ محدين ب25 ليرة، الفروج الني بالجملة حقه 220 ليرة، طبق البيض لحاله حقه 120 ليرة، وإنتاج شركة ليبية سورية وأضرب وأطراح. شو بدي لك؟ علبة اللبن حقه 20 ليرة، وإنتاج شركة سورية سعودية. يبقى شلون عم توفي معه هاد؟ شلون عم يربح؟ المهم هلا شو بدك بهالقصة؟ ليش آكل همه أنت التاني؟ أنا بدي فروج مسلوق بمية الورد وسلطة النخيل وصحن حمص وصحن متبل، لأنه كل صحن 90 قرش يا بلاش، وبدي كمان تبولة. طيب لحظة أمور أستاذ، بدنا نوسع الطلب لو سمحتي. على عيني، شو بتحبوا تطلبوا؟ شوفي المدام بالأول. أنا بدي فروج مسلوق بالماورد يلي مسمينه هون روز تشيكن،
وسلطة بالميتو وصحن متبال وحمص وصحن لبانيس كشكي وكبة حميص ولسانات باردة وسلطة زيتون مع الجوز. على عيني. وغيره؟ حاجة سلامتك، ما بدي شي. لك اطلبي سامو، اطلبي، خدي راحتك، لا تخلي شي بنفسك. لك بالله نسيلي الرجيم اليوم. نسي هيك قولك؟ لكن جيبيلي صحن ورق عنب، يلا نجي، وصحن روستو وزنود الست. تكرمي، شو بتحبي تشربي كمان؟ بدي، عفواً، قديش سعر الفروت جوس؟ مو باين السعر منيح، ممحي. سعر الكلاس الواحد 45 قرش. لكن جيبيلي كاسة فروت جوس كبيرة بدون جوس وكاسة عيران باردة. على عيني. والأستاذ؟ أنا بدي بالنسبة للحومات بدي كوردون بلو، وكتري لي الفطر والهوت صوص، اعملي معروف. أما بالنسبة للمقبلات جيبي لنا صحن شنكليش بالجرين بابر طازج، وإذا في لازانيا لا تكتري، جيبي طبق صغير للدوقان بس يعني هيك حتى ناخد فكرة عن أكل مطعمكم الراقي، مطعم الخيلات. تكرم، وشو بتحب تشرب؟ آها يا ستي، بالنسبة للعصير جيبي لي إبري عصير سيدر تفاح يعني. مفهوم أستاذ. وضيفي لي للإبري يعني سفن أب، شوي سفن أب وشوية بلودي ماري بدون ماري. على عيني. في معنى أستاذ نوصلكم الطاولة بطاولة تانية مشان تاخدوا راحتكم؟ لا 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 أبدا، ما في مانع، خدي راحتك، بس لا تطولوا، عملي معروف لأنه جوعانين كتير مو شوي. ولا يهمك، شعار مطعم الخيلات الخدمة السريعة والأسعار الثابتة. حلو. توفيقة جيدة للمطعم. توفيقة. أهلا وسهلا، شرفتوا. شو ها؟ شراب براعم اللوز وضيافة من صاحب المطعم. كترنا شوي بالطلبات مو هيك؟ رخيص، رخيص كتير. بتعرفي قديش بتكلف فاتورتنا كلها على بعضها؟ قديش فكرك يعني؟ استني لأحسب لك. إذا قلنا صحن الكوردون بلو ب 12 ليرة وصحنين سباجيتي ب 4 ليرات وربع والفروج لحاله ب 20 ليرة. غالي الفروج، شو 20 ليرة؟ يعني الكوردون ب 12 ليرة والفروج ب 20 ليرة؟ غالي كتير. شو الشغلة شلف؟ شو هالطمعات؟ فاتش معونها، نحن مالنا جدبان. بس هدول ما بيتفاصلوا، كاتبين بالليستة ممنوع المراجعة والمفاصلة. طيب شف لي، قديش بتطلع فاتورتنا؟ كلها على بعضها يا دوب تطلع 155 ليرة يا ستي، زائد 15% خدمة 178 ليرة بالكتير. يا سيدي معقولة كتير؟ شوف مروان، من هلا وهي عم فهمكها، أنا كل يوم بدي أتغدى هون بهذا المطعم، إلا إنه أرخص من الطبخ بالبيت 100 مرة، فلا تعمل لي قردن ورسان؟ لا ولو، تكرم عينك، الغالي بيرخص لك وحياتي. لا سلامتك، تمام. يا ستي أكلك منين يا بطة؟ دوق مروان، دوق هالكشكة ما أطيبها. تحفة، رائعة جدا. لكن هي لبانيس كشكة. لكن أنت التانية دوقي لي هالشنغليشات، هاي حمص يا شنغليش. مسيك مسيك، كراح اللبنات ملح وراكز كتير. لحظة لحظة، مو ليفضى تمي، ما بدي تختلط الطعمة مع بعضها. تفضلي مدام. يسلموا ايديك، اهلا وسهلا.
مروان شايف الذوق واللطافة والقطافة؟ يا ستي فعلا، بس أنا اللي مستغربه إنه هالنظافة والقطافة والروايح الهفافة والمطعم فاضي ما في حدا. إيه معلوم، مطعم الأكابر هاد مهم من كان بيسترجي يجي ياكل فيه. بتعرفي كان لازم يسموه مطعم الدرويش، بتكون التسمية أدق. مور أستاذ. عفوا، عم حك ختلي. إن شاء الله ما أكون الهنا. الله يخليكي، يهنيكي بشبابك. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما عم يفتح الباب يا أنسة؟ طبعا. شو مزوج يعني؟ لا. لكن شو قصته؟ مقفول. من؟ شلون بيفتح؟ بالمفتاح. وين المفتاح؟ معي. طب افتحي لي يا عملي معروفة وسمحتي. بدك تقطع وصل بالأول أستاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله، منين هذا الوصل بينقطع؟ من عندي أنا. طيب اقطعي لي وصل خلصيني الله يخليكي وريحيني. طيب أستاذ ما بدك تدفع مصاري لحتى أقطع لك الوصل؟ طيب قديش حق الوصل هذا؟ قديش ربع ليرة نص ليرة خلصيني الله يخليكي. لا أستاذ. لك شو قديش؟ 5000 ليرة. نعم. 5000 ليرة على الشخص الواحد. هلا بلا مزح الله يرضى عليكي، ما ترفوت بسرعه افتحي لي الباب الله يخلي لي اياكي. صدقني يا استاذ ما بقدر، النظام الداخلي تبع المطعم هيك. لك انه نظام هاد دخيلك، افتحي لي يا انسه ريحيني بعدين بنتفاهم. ما معي صلاحيه، بعدين بخانق صاحب المطعم. لك شو بخانق؟ شو بخانق؟ افتحي لي يخلي لك شبابك. ادفع بالاول. على عيني بس 5000 ليرة كثير. راعيني راعيني استر عرضك. للأسف أسعارنا ثابتة ومصادقة عليها من وزارة التموين. ومن هون لهون لا تشوفيني واقف راقز، واقف راقز قدامك بتشرشح بعدين، لا تشرشحيني إيدي بظنارك. عفوا يا أستاذ، أنا بستغرب مفاصلتك، نحن كل زبايننا دفيعة. طيب معلش سجلي لي هالفوتي على الدفتر بعدين نتفاهم. عفوا ما عندنا دين. طب والعمل والعمل يا خلق الله رح اموت. سلامتك استاذ، ادفع وانت بترتاح. طيب حاضر، لحظة صغيرة بس. لك حاجة تاكلي وتشربي، حاجة تكرعي سوائل. ليش؟ مو فاضي اشرح لك هلا، وين جزداني؟ جزداني وينه؟ ما حملت جزدان معك، المصاري بجيبتك. قولي تأكيل عن الشيطان وغضبه. تفضلي، هي 5000 ليرة. عجلي، خلصيني، ريحيني بس. ولا يهمك، لحظة هلا بدي. إذا خيلك عجلي شوي ريحيني. تفضلي. طيب والبخشيش؟ لك كمان بخشيش، تفضلي إن شاء الله خذي، هي ليرة ريحيني رح أنفلها. لا 3 ليرة، بهيك مطعم أقل من 100 ليرة. هيك 100 ليرة تمام إن شاء الله يتقع فراطة. هلا تفضل. بس يا عالم يا ناس، معقول يدفع 5000 ليرة على الشخص الواحد مشان هيك فوتي؟ لكن كيف صدقت انه الفاتورة ب 150 ليرة؟ مروان قوم.
شو ما نروح على المطعم؟ لا بدي اروح على الحمام. الحمام نعمه يا جماعه. يسلموا ايديك يا بابا. الله يسلمك يا رب. خير بابا؟ كأنه زيارتكم لعندي فيها ينر. تعرفي ام عامر؟ اخي ابو جودة امبارح حكى معي تليفون وقال بنته سناء بعد بكره رح توصل من المانيا. ليه؟ شو هالحكي؟ ليش خلصت دراستها؟ لكن ما خلصت وراجعة سالمة غانمة ومع شهادة دكتوراه هالقد قدها. غريبة. ما انا من اسبوع حكيت معها بالتليفون. ما جابت لي سيرة عن موعد جايتها. بجوز ما كان مبين معها ايمتى بتقدر تجي لهون. لانه اليوم بالذات قدرت تحصل على شهادتها وتحدد الموعد. فحضروا حالكم لنروح نستقبلها بالمطار. ايه طبعا بابا طبعا. شو قال منها يعني؟ تعرف ابو عامر انا لحد هلا ما كنت افهم شو درست سناء باوروبا. انتروبولوجيا. بس شو يعني؟ شو عامر؟ شو معناتها؟ يا ماما انت كم مره بدك تسالي السؤال؟ ماما الانثروبولوجيا يعني انثروبايولوجي هي علم دراسه سلوك وطبائع البشر، وهالدراسه نادره كتير وقليل مين يفكر يدرسها عنا هون بهالبلد. اي وشو بدها سناء بهالقصه؟ يعني لو درست مثلا طب او صيدلي ما كان احسن لها؟ لا ما كان احسن لها، لانه البلد تعبت اطباء وصيادله، وسناء اختارت هالاختصاص النادر لحتى تقدر تلمع فيه. وبالاختصاص النادر ممكن تلاقي وظيفة ولا ما في قدامها فرصة؟ لا ماما لا، شي طبيعي كتير انه تتوظف. اختصاص نادر مثل هاد رح بيتهافتوا عليه مهافتة. أصبح كمان بكرة رح يتهافتوا العرسان عليها مهافتة. بقى ماما لحق حالك الله يرضى عليك وانهي أمورك بسرعة بيكون أفضل. يعني شلون يا ماما بدي لحق حالي شلون؟ ما هي سناء بالأصل بمثابة خطيبتي. لا ماما لسه ما صارت خطيبتك بشكل رسمي. كيف ما صارت خطيبته بشكل رسمي ونحن أريانين فاتحتهم قبل ما تروحي على الاختصاص؟ أبو عامر أنا هذا الحكي ما بيقطع بعقلي منه بنه. لازم أول ما توصل نلبس الذهب ونكتب الكتاب ونحدد موعد للعرس. ليكو هي بيت عامر ما شاء الله جاهز من جميعه والعروس قبلاني فيه. طيب على عيني. خلص بس توصل فورا رح أحكي مع أخي أبو جودة لحتى نحدد إيه ما تكتب الكتاب. تفضلوا يا جماعة مدوا ايديكم. والله شي بحير بصراحة. لحظة حدا يمد ايده. خير بابا في شي؟ ايه بابا لازم بالاول تشربوا شفة من عصير الخيار بالزنجبيل قبل الاكل. عصير الخيار؟ ايه عمو هدول قبائل المايا عندهم هذا الشراب مقدس، لانهم بيعتقدوا انه شفة واحدة منه قبل الاكل بتمنع الامراض عن المعدة وبتحميها. بس يا بابا احنا مو متعودين على هيك شي. ايه صحيح، بس طالما الشغلة ما فيها ضرر فشو المشكلة انه نقتدي بشعوب وقبائل المايا؟ اتفضلوا شوفوا شفة. شلون لقيتوا؟ طيب كتير مو هيك؟ ايه طيب كتير. شيء مزوقين كتير هدول قبائل المايا. شو هالحكي؟ يا ريتك شفتن يا عامر، عندن عادات بتطير العقل. تفضل يا جماعة، ولا شو رأيكم اسكب لكم انا؟ يا ريت والله. وعد لا تسكبي لحدا. ليش لك امي؟ لانه عادة السكب عند شعوب الاستيك عادة بشعة كتير. الله العظيم، ليش شعوب الاستيك ما بيسكبوا لبعض؟ لا طبعا، لأنه بيعتبروا هالشغلة فيها حجز لحرية الضيف وانتقاص لكرامته. بقى يا ريت كل واحد يسكب لحاله. ماشي الحال، يعني على طريقة الأميركان كل واحد بيسكب لحاله. Serve your safe. تعرفوا يا جماعة لما سناء دريت إنكم حتتغدوا عنا اليوم أصرت إنه تطبخ كل شي بإيدها. تسلم لقلبي على الهمة العالية. يسلموا إيديك يا سناء، بالفعل الأكل ظريف. يعني عجبكم نفسي على الأكل؟ طبعا حبيبتي نفسك كتير كتير طيب على الأكل. إيه ما بدها اثنين يحكوا فيها. وإنت يا عامر؟ شي لذيذ كتير. يا ترى دقتوا لي هالسلطة؟ أنا شايفة ما حدا قرب عليها. أنا هاي؟ إيه أنا لسه ما دقتها. أصبح دقوا لي إياها.
أنا عملتها حسب طريقة قبيلة ناجدة مجدة بمجاهل الجابون. هاي السلطة اللي قدامي؟ مزبوط. بقى يا ريت تدوقوها وتقولوا لي رأيكم فيها. شلون لقيتوها؟ طيب كثير. هلا هي السلطة تبع قبيلة مجدة نجدة؟ ايه نعم، وهي ما بيعملوها غير بالمآدب الاحتفالية وللضيوف المهمين. شي ظريف كثير فعلا، طعمتها لذيذة كثير فعلا، بس حاسس انه طعمتها غريبة شوي. شو حاطة فيها انت؟ لا عمو، كل شي طبيعي، يعني في ملفوف أحمر وجزر وشوية توابل وزيت البابايارو. شو يعني شو هذا زيت البابايارو؟ عمو هذا زيت بيعملوا له خلطة خاصة وبيعبوه بأناني بيستخلصوه من مخ السعدان. من مخ السعدان؟ ويا كان ناوية تتوظفي بهالشهادة تبعك يا سنة؟ هلا شو اتوظف؟ معقول ادفن حالي بالوظيفة؟ لكن شو ناوية تشتغلي حبيبتي؟ بصراحة أنا ناوية أشتغل باحثة. هو الحقيقة سناء عندها مشاريع كتيرة وطموحات كبيرة، وسناء مفكرة تعمل بحث عن عادات وتقاليد المجتمع السوري وتطبعه بكتاب. عظيم، شي حلو كتير، والمكتبة العربية تفتقر لهيك كتب. هو طبعاً هالكتاب أول خطوة فعلية، بس أنا عم فكر بصورة جدية إنشاء مركز أبحاث على مستوى عالي. ويا ترى مانك حاطة مشروع الزواج ضمن مشاريعك يا سناء؟ أم عامر معها، وطال مسيرة وانفتحت، فيا أبو جودة أنا حابب نحدد موعد لحتى نحكي بالتفاصيل. بصراحة يا جماعة نحن حابين نفرح بعامر وسناء، يعني بتعرف صار لنا هلأ 4 سنين قريانين الفاتحة، الموضوع صار لازم يصير رسمي. ولو يا أبو عامر، لحنا أهل وما في فرق بيناتنا. يعني أنتوا فصلوا ونحنا بنلبس. أنتوا فصلوا ونحنا بنلبس. مدعي حلو كتير ماما. عن إذنكم لحظة بس قبل ما أنسى لحتى سجلوا، هذا بينفعني بكتابي الجديد. أنتوا فصلوا ونحن بنلبس. الله وكيلك قلبت معكتي من هالغدا، يعني ما بقى إلا تجيب لنا كم سنارة رفيعة وتقلنا كله مثل ما بياكلوا أهل الصين واليابان. فعلا زودتها سناء شوي، قال شو بدها تغدينا على طريقة قبائل المايا، وتشربنا قهوة على طريقة بلاد القوقاز، وتسهرنا على طريقة شعوب الأسكيمو. بس اطمني يا أم عامر، هالحالة ما بدوم كتير. إيه شو عرفك إنه ما رح تدوم؟ يا أم عامر، سناء هلأ لساتها متأسرة بدراستها وبالجو اللي كانت عايشة فيه، بس بكرة أكيد رح تصطدم بالواقع ورح ترجع لحالتها اللي كانت عليها. يعني بظرف سنة زمان بتشوفي قدامك سناء تانية، كأنها لا راحت درست بأوروبا ولا بطخت. إيه وبركي ضلت هيك. والله يا أبو عامر، إذا بدها تضل على هالطبايع هاي رح تعذبنا كتير. لا ستي اطمني، ما في شي بيضل على حاله، لأنه دوام الحال من المحال. حلو كتير هذا المثل اللي قلته. لحظة بس لحتى سجله. لحظة يا سنة يا حبيبتي، تركينا هلأ من الأمثال وخلينا نحكي أنا وياكي بشي مفيد. حكي مين ماسكك؟ حكي سنة. أنا طلبت شوفك على انفراد لحتى نعرف نحكي، لأنه بصراحة قدام أهلي وأهلك ما عم نعرف نحكي شي بنوم. طب حكي شو بدك تقول. حكي. أنا حابب أحكي أنا وياكي عن مستقبلنا، شو رأيك؟ شو بو مستقبلنا؟ شلون شو مستقبلنا يا سناء؟ سناء أنا حاسس إنك مو مهتمة بهالموضوع. بنوك أنا موضوع؟ هلا لا تخيليني. شلون يعني إني موضوع؟ شلون يا سناء؟ موضوعنا أنا وياكي، ولا أنت رجعتي بكلامك؟ شوفي سناء، إذا رجعتي بكلامك قوليلي، لا تستحي. ترى يعني أنا ما رح بزعل. يعني أنا درست سلوك وطبايع البشر وعادات وتقاليد الشعوب من الشرق للغرب، لحد هلأ ما مر علي إنسان مثل حالتك. أنا حالي؟ يعني ما مر معي واحد بيحكي مع خطيبته بهالطريقة. خطيبته؟ معناته الموضوع لساعته ببالك؟ طبعاً ببالي. إيه عظيم كتير كتير عظيم سناء. معناته شو رأيك هلأ نتفق ونحدد موعد العرس؟ أنا عرس؟ أمنتو بالله على النهار. لك شو أنا عرس؟ شو كنا عم نحكي من شوي؟ سناء حبيبتي عرسنا أنا وياكي، ولا أنتي مو ناوية تعملي عرس؟ ناوية أعمل عرس، طبعاً ناوية أعمل عرس، بس ما بدي إياك تعملي عرس تقليدي. طيب شو بدك لك؟ يعني يا عامر، أنا من زمان بحلم إني أعمل عرس
على طريقة أهالي جنوب ماليزيا. أهالي جنوب ماليزيا؟ عفوا يعني، بس شلون بيتجوزوا أهالي جنوب ماليزيا؟ شغلة بسيطة كتير وحلوة كتير. شوف، بتروح العروس بتحبس حالها ببيت كبير، وبتحط حوالين هالبيت أربع حراس، كل واحد منهم قد الدور، طول بعرض بعضلات مفتولة. ايه اها. العريس بقى بده يروح يخلصها من بين ايدين هالحراس الأربعة. إذا قدر يخلصها كانت العروس من نصيبه، إذا ما قدر كل واحد بيروح بحال سبيله. بس يعني عفوا لحظة لو سمحتي، هلأ العريس بده يروح يخلصها من بين ايدين الحراس؟ يعني بده يتعارك معهم؟ بده يضربهم؟ طبعا بده يتعارك ويضحي ويقاتل ويحارب، لكن شو مفكر انت؟ ان شاء الله بده يخلصها بالمفاوضات والحوار. لا عيني، لا ما عجبتني هالطريقة. سنوة حبيبتي، طيب شو رأيك تلاقي لك شي طريقة اسهل من هي؟ ها؟ اسهل من هي شوي حتى اقدر انسجم معها اكثر. قال إذا ما بدها تتجوز على طريقة شعوب جنوب ماليزيا، ايه بدها تتجوز على طريقة فرسان العصور الوسطى. لا عمر، شلون هالطريقة بقى؟ لك بدها يعني البسها لبس فارس وركب لها على حصان ابيض، ها، وروح لعندها ركبها على حصان واجي لهون. يو، شو الحكي ها؟ يعني ما احلاني راكب على حصان وطالع من مساكن برزي على المزة، قسما بالله لصير فرجة بين البشر. ولك هذا إذا ما فكروني مجنون وسحبوني على قصير. شو ابو عامر، شو رأيك بهالحكي؟ مبين إنه هالبنت واشة منوب ما في كلام، يعني لأنه هاد الحكي مو حكي عقلين أبدا. طولي بالك طولي بالك يا أم عامر، لا تنفعلي كثير. نحن مع البنت ما قلنا حكي منوب. أنا بكرة رح شوف أخي أبو جودة وتفاهم أنا وياه. بابا ما بصير الحكي، وين عايشة أنت؟ ليش أنا شو عملت؟ هذا الحكي مو مقبول. فإذا ناوي تتجوزي ابن عمك عن جد فلازم تتجوزيه حسب عاداتنا وتقاليدنا. اما اذا عم تسلي تسلاي فهذا شيء ثاني. لا ايوه، شو تسلاي؟ شو بتكون يانا اصير علكه بلسان العالم؟ قولي هالحكي لبنتك يلي ناوي تساوينا مسخر على اخر العمر. إيه بس يا بابا، انا ما طلبت شيء مستحيل، يعني انا من حقي اعمل عرس بالطريقه اللي بدي اياها، يعني وبصراحه انا ما بدي اعمل عرس تقليدي. اصبح بهالحاله لعيلك عريس مجنون مثل حكايتك قبل بهالحكي، وما في داعي تمرمطي ابن عمك وتبهدليه هو بعيد شبابه. طول بالك ابو جودات، على مهلك على البنت، كل شيء بالرواق بيصير. يا ام جودة، انا طفح الكيل فيه وما حتقدر تحمل العلاك مسطي. شوفي سناء، يا بتقبلي بابن عمك وبتعملي عرس مثل العالم والناس، يا اما انت حره تصطفي كل واحد يروح بحال سبيله. لا خلص، بدها ولا يهمك، خليها تحكي هي. شو قلتي سناء؟ خلص بابا، قبلاني بعرس عادي بس على شرط. شو هو الشرط؟ بدي البس اسود بالعرس. نعم، بجزر المالديف العروس بيلبسوها اسود لأنهم بيتفائلوا كتير بهاللون، وبيعتقدوا أنه بيطرد الأرواح الشريرة وبيفك النحس وبيخلي الزواج يدوم للأبد. بقى إن شاء الله خلوني حقق هالأمنية. بس أم جودات. نعم. ناوليني حبة الضغط، الله يرضى عليك. إيه، شو قررتوا أخيرا؟ اتفقنا نعمل كل شي على الهسي. شلون يعني على الهسي؟ يعني بلا عرس. هلأ هاد اللي طلع معكم؟ يعني معقولة أنا جوز ابني الوحيد على الهسي وبدون حفلة عرس؟ والفرحة اللي من طول عمري عم بستناها، بدكم تنزعوا لي إياها أنت وأخوك الأفندي بجرة قلم؟ ما في قدامنا غير هالحل يا أم عامر، يعني ما أحسن ما تطلع عنا سناء كل يوم فنة جديدة؟ بقى أنو أحسن؟ عرس على طريقة أهل جنوب ماليزيا أو شمال المالديف أو وسط كازاخستان أو مجاهل الجابون أو برار التيبت، أما بلا عرس أحسن؟ ما بعرف، تصطفل منك لابنك. شو رايك بابا؟ خلص بابا منيحك، المهم هلا النتيجه، وانا شغله العراس هي كلها ما بحبها. عظيم كثير، معناته اتفقنا. يلا بخاطركم، مع السلامه بابا. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. تعرفي سناء، أنا من زمان عم بنتظر هاليوم اللي رح بيجمعنا مع بعض. دخيل اسمه الرب بالآخر حقق لي حلمي. وأنا كمان. بس شو؟ بصراحة أنا كنت بتمنى أتجوز بغير هالطريقة هاي.
بس انت خيبت لي املي. الله يسامحك سناء. معلش غير مره ان شاء الله، قصدي ملحوقه. شو غير مره وملحوقه؟ ليش الواحد كم مره بتجوز بعمره؟ بعرف انه راحت علي، راحت. سناء شو رايك تقلبي لنا هالصفحه ونفكر انا وياكي بمستقبلنا؟ شو رايك؟ مثل ما بدك. ما رح تغيري اوعيكي؟ لا طبعا لا. نعم لازم اعمل مثل ما بيعملوا بكمبوديا. كمبوديا؟ ليش شو بيعملوا بكمبوديا؟ العروس لازم تضل باوعيه 20 يوم. 20 يوم؟ شو الحكي؟ وعلى فكره كل واحد فينا لازم ينام باوضه لحاله. هيك كمان بيعملوا بكمبوديا؟ لا هي عاده بجنوب البيرو. بس على كل حال يعني اعمل حسابك 20 يوم تنام بالصالون. وفي شغله مهمه لازم اقول لك عليها. خير ان شاء الله. امك ما لازم تزورنا اول 3 شهور. وليش بقى؟ حسب عادات طائفه بالهند الحمايه ما لازم تشوف الكني اول 3 شهور. يعني اذا حصل واجت حماتي على البيت ما لازم تشوف وشي ولا تسمع صوتي. هي من جهه. من جهه تانية اعمل حسابك انه نضل 10 ايام ناكل اكل بزيت. هيك بيعملوا بالباكستان. ايه وشو كمان؟ بدك تحملني كل يوم الصبح وتدور فيني 7 دورات بالصالون. هي حسب عادات غجر رومانيا والبلقان. وشو كمان يا ست الحسن؟ في ضيعه باقيانوسيا ما بيخلوا العروس تمد ايدها على شيء باول 10 ايام. يعني المسح والطبخ والجلي رح يكون عليك باول 10 ايام. وشو هالحكمه العظيمه هي بقى من العاده؟ طبعا لانه بيفهموا الوحده بتكون مستوحشه اول 10 ايام، مشان هيك ما لازم تشتغل شيء. وبعدين لازم تعمل لي حسابك انا ما فيني. لحظه لا تكملي. عامر وين رايح؟ راجع. شايفه قط واسود لونه كمان. يعني ان شاء الله بعده عني. ليش بتعرفني اني بخاف من القطط؟ رح بعده عني بس بعد ما امسع رقبته مسع وقدام عيونك ولا بتشوفي. يا امي لك ليش وحرام عليك؟ لا ستي ما حرام علي، بدي امسع رقبته مسع وعلى الطريقه الشاميه القديمه لحتى تصيري تخافي مني وترش في قصب. ها قصب ترش فيه لما تشوفيني. شو رح تعمل؟ وشوفي بعينك منيح ها شو رح بعمل فيه. سجليها هي عندك بالكتاب بجوز تنفعك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسيطة ولا يهمك. بأي طابع انت؟ انا الطابع الثاني شوي دخلت. طيب لا تخاف رح اسحب الاسانسير الطابع الثاني من المانوال. بتعرفني وين المانوال انت؟ بتعرفوا وين المناوين يا جماعة؟ ألو مناوين؟ في ولد عصيان فوق بالمناوين بالعصانصير وعم يطلب المساعدة. شو هالحكي؟ أصبح شوف الناطور تحت أكيد بيعرف وين المناوين. طيب وين غرفة المناوين؟ وين غرفة الناطور؟ لا تعزب حالك، الناطور راح يسوي شي بغراض. طيب والعمال؟ أصبح لازم نتصل بالطوارئ. يا حبيبي عربة ما توصل الطوارئ بيكون مات الولد. لحقوني بسرعة لعندكم لحقوني. اسحبوه معي لكم. خافت على قلبه زلمه. اسحبوه على مالكم. ها على مالكم ليكون متأذى او منصاب. على مالكم على مالكم على مالكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لوين دخل سيارته؟ لمكتبي ولا لمكتب مدير المشفى؟ على مكتبك دكتور. ما شاء الله انتم بالواجب. قدمنا له عصير بس ما رضي يشرب، الظاهر انه متوتر يا دكتور. انا الدكتور. اهلا وسهلا شاكر بيك. طمني دكتور ابني شو صاير معه؟ اطمن سيارتك وضعه ممتاز ومستقر 100%. وهلا قبل شوي صحي والحمد لله. واذا بتحب تشوفه تفضل شوفه بنفسك. لا دكتور ماني قدران شوفه ملقح بالتخت بهيك وضع. المعروف انه سيادتك اعصابك قويه مثل الفولاذ وارادتكم صلبه. الله يخليك دكتور، ممكن توضح لي الصوره وتشرح لي كيف صارت معه الحادثه؟ ما في حادثه سيدي، كل ما هنالك انه ركبته كانت عصيانه بالاسانسير وغاب عن الوعي شوي من الالم والرعبه. وركبته صار له شيء؟ لا لا ابدا، نحن صورناه على الحارق وكانت نتيجة سليمه والحمد لله، يعني خلال 2 3 أيام بيمشي عليها عادي. طيب في شيء اصابات تانية بجسمه غير ركبته؟ لا لا اطمن معلم، ما في شيء بنوب، كل شيء طبيعي. ولك يخرب بيت الاسانسيرات وساعتها، ولك ضروري يتركوها هيك سايبه، ولك العمى بقلبهم العمى، المفروض يعملوا لها صيانه باستمرار ويكون في خبير اسانسيرات بكل بنايه.
هيك بتعمل الدول الراقية؟ طبعا هيك المفروض سيدي. على كلنا شكرا لاهتمامكم دكتور. ولو هذا واجبنا يا معلم، بس الحقيقة اللي بيستحق الشكر عن جد هو الرجل اللي أنقذه مو نحنا، لأنه لو ما تصرف بسرعة وخلع باب الأسانسير كان ممكن المحروس يضل على الصيان جوا ساعتين زمان، بهالحالة بتكون النتيجة أسوأ من هيك بكتير. كتر الله خيره، فعلا هالإنسان شهمه غيور. وينه هلا؟ أنا حابب شوفه وتشكره بنفسي. موجود بغرفة الحجز سيدي. حجز؟ لك شو هالحكي هاد؟ دكتور معقولة هيك زلمة ينحجز بعد هالمعروف يلي قدملنا يا؟ سيدي هذا إجراء لا بد ولا غنى عنه، لأنه بمعلومكم مو بكل الحالات بيكون المسعف فاعل خير، وفي احتمال يكون ضاربه بسيارته مثلا وجاي يسعفه. معلش دكتور، يا ريت تطبقوا صراحه على وجه السرعة ونزلني هلا لعنده لأني بدي شوفه. تفضلوا تفضلوا سيادتكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. بعرفك على الأستاذ شاكر الماجد، اسم غني عن التعريف طبعا. أهلين معلم. أهلا وسهلا، تشرفني يا سيدي. الله يخلينا ياكم. وهذا هو أم مسعود، الإنسان الطيب اللي خلص ابنكم من الأسانسير ولحشوا على كتافه ومشي فيه بالشوارع مثل المجنون لحتى يسعفوا له. الحقيقة أنا ممنون منك كثير، واسمح لي أعتذر منك على الساعتين اللي قضيتهم هون. مو مشكلة أبدا يا بيك، المهم هلأ نطمن على صحة محروس. صحي بسلامته يا ترى ولا لساته مغوطين؟ لا الحمد لله صحي. ممكن شوفه اطمن عليه؟ ولو طبعا، شرفوا يا جماعة. الله يخليك. شلون صرت هلأ بابا؟ ماشي الحال، بس رجلي عم توجعني شوي. دكتور رجله عم توجعه؟ ولا يهمك معلمنا، عادي ما في مشكلة. وحاسس في تنميل بركبتي. في تنميل بركبته دكتور؟ هذا أمر طبيعي ما في شي بيخوف. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك عمو. بابا عرفته لعمو؟ لا ما عرفته، بس صوته ما ضرب علي. بابا هذا الرجل الشهم الغيور يلي انقذك وطالعك من الاسانسير ونتعك على ظهره ونزل فيك على الدرج وصار يركض فيك بالشارع مثل الاهوج لحتى يجيبك لهون ويسحفك. كتر خيرك عمو، يعني انا لولاك ما بعرف شو كان صار فيني. لا شكر على واجب يا عمو. يلا بالإذن تسمحوا لي أنا. شو اسمحوا لي وما اسمحوا لي؟ ولو يا أبو مسعود أنت ضيفنا اليوم. الله يخليك يا معلم، بس بخاف أم مسعود يغلي قلبه علي. طيب أبو مسعود، هاي من أخلاقه. لا يا شاكر بيك، أنا لما أنقصت المحروس أنقصته بدافع إنساني، يعني صحيح أنا فقير ومنتوف وعايف حالي، بس عدم المؤاخذة يعني أنا بفهم بالأصول. على كل حال يعني كثر الله خيرك معلم، كثر الله خيرك. الحقيقة يا أبو مسعود أنت كل مالك عم تكبر بعيني، بالفعل أنت إنسان غير عادي. تفضل. شو هذا؟ هذا كرتي وفيه كل أرقام تليفوناتي. شوف يا أبو مسعود، هذا الرقم النصاني رقمي الخاص، وهذا الرقم يلي على الطرف رقمي الخاص جدا جدا. أي شيء بتحتاجه لا تخجل اطلاقا ولا تتردد بالاتصال معي. يسلموا ايديك. يلا بالاذن يا جماعه. بالاذن دكتور، معافى عمو. الله معك، مع السلامه. مع السلامه يا ابو مسعود. لحظه لحظه لحظه، ابعت معك شوفير. معلش حبيبي، يعطيك العافيه، ما راح اطلع معك. بس هي اوامر سيادته. يا سيدي كتر الله خيره، معليش خلاص أنا مدبر حالي. بعدين بصراحة أنا مالي متعود أركب هيك سيارة، يعني بينمغس بطني. يلا بالإذن. مثل ما بدك. احترامي سيدي. شو شايفك رجعت بسرعة؟ شو بيته قريب من هون يعني؟ سيدي ما خلاني وصله، حابب ياخدها مشي. طيب روح أنت. آمنت بالله على هالزلمة، قسما بالله بحياتي ما شفت مثل هالأخلاق والرجولة والأريحية. شايف يا بابا؟ أم مسعود، يا أم مسعود، تعي لك تعي. خفي رجلي. شبك ليش عم تعيط؟ احذري يا أم مسعود، شو في معي هون بالجيبة؟ شو بده يكون معك يعني ذهب وقلميس؟ يعني ما بدك تحذري؟ لا ماني فاضية، بدي كمل طبخ وبدي أطب الغسيل كمان.
لا تكون قبضت جمعية أبو فتحي. لا لا، شغلة أهم من هيك بكتير. شو بده يكون يعني؟ جبت الموافقة مشان تاخد سجادة بالقصوطة؟ سجادة بالقصوطة؟ هلأ محرزة هيك شغلة نتحذر عليها قبل التانية؟ إيش ما عرفتني لكان؟ عملك ماني فاضية، خلصني احكي. طيب شوفي شوفي معي. هلأ صار لك ساعة عم تحذرني مشان شقفة ورقة؟ لك هي مو ورقة عادية يا جاهلة، هذا كرت شاكر الماجد وفي كل أرقام تليفوناته العادية والجوالة والخاصة والخاصة جدا كمان. سمعاني باسم شاكر الماجد وين؟ أيوة معادلي بغني يا طيبة القلبي وينك؟ يخرب بيتك، بدك تضيعينا أنت؟ أفروتو بدك تروحينا؟ ما لقيتي غير شاكر الماجد يغني يا طيبة القلبي وينك؟ ليش مو مطرب هو؟ مطرب؟ لا أستي مو بطيخ بسمير، الزلمة مسؤول كبير بالبلد وكلمته ما بصير تنتين أبدا. هرقل، بتسمع فيه لهرقل؟ ايه شبه؟ هرقل بيرجف عصب إذا واقف قدامه. طب أبو مسعود وأنت كيف تعرفت عليه؟ هو اللي تعرف عليه مو أنا. ايه بس كيف يعني؟ لك بعدين بحكي لك، اطلبي لي هلأ مسعود من بيت حماه بدي أحكي معه كلمتين نضاف. الله والله يرضى عليكي. ألو، أهلين مسعود، كيفك أمي؟ أبوك بده يحكي معك. ألو، مرحبا بابا، شلونك حبيبي؟ مر لعندي شوي عاوزك. اليوم مر. شبه؟ تعبان؟ قال تعبان ومهدود حلو من قطعة الحديد اللي عم يشتغل عليها. بابا هو أنا مشان هالموضوع عاوزك. إيه؟ لاني رح خلصك من شغل قطاعه الحديد للابد باذن الله تعالى. مر لعندي وانا بفهمك. اهلين بابا، اهلين مسعود، الله معك حبيبي. يعطيك العافيه. اهلين الله يعافيك. وين مكتب سياده شاكر الماجد ترى؟ شو ها؟ شو جنيت انت لحتى تسال عن مكتب سيادته هيك من باب الطاقه؟ شلون لك عم تفوت لعنده اذا ما سالت عنه وتنورت؟ كمان بدك تفوت عنده؟ ولك ايه بدي فوت لعنده، شو ما بتاخدت؟ مو زلمه مثلي مثله. عفوا بالله، يعني حضرتك بتقربوا شي؟ لا سيدي ما بقربوا. هلا هاد شكل واحد بيقرب سيادته يفضح ريشك انت الثاني. طيب في معرفه بينك وبينه؟ انت ارفع سماعه التليفون وقول له ابو مسعود، واذا ما ذكرني قل له الزلمه اللي سحب رجل المحروس من الاسانسير. مين ابو مسعود؟ نعم؟ شو اسانسير ما اسانسير؟ شو مجنون ها؟ نعم؟ معه كارت من سيادته؟ ايوه، خليه عندك شوي وخد هويته. احترامي سيدي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا يا اهلا، خطوه سعيده. الله يخليك. منيح لحقتني قبل ما انزل. الله يعزكم يا سيدنا ويديمكم، لهالامه زخر ولهالشعب فخر. كيف ركبتوا للمحروس سيدي؟ ان شاء الله احسن. ممتازه الله يعطيك العافيه ابو مسعود. معلمنا انا فهموني برا انه وقتكم ثمين جدا، ومشان هيك ما راح اخذ من وقتكم الكثير، وراح فوت بالموضوع رأسا وبلا مقدمات. ولو أهلا وسهلا فيك، خذ راحتك يا أبو مسعود. يا سيدي أنا ابني الوحيد موظف بشركة المطاحن، وصار له 5 سنين عم يشتغل وراء قطاعة الحديد، وشغل القطاعة خطر كتير، يعني لا سمح الله خايفين عليه شي مرة تنشرم له إيد أو تنقطش له رجل. وبتعرفوا سيادتكم قديش الضنا غالي. بتتذكروا سيدنا كيف ركضتوا مثل المجانين عدم المؤاخذة يعني لما سمعتوا رجل المحروس علقانة بالأسانسور؟ مفهوم مفهوم. ولوين حابب تنقله يا أبو مسعود؟ يا سيدي صبي إله مرأة بسواقة وحابب هيك يعني يصير شوفير المدير. تكرم عينك يا أبو مسعود، وبإمكانك تعتبر أنه الموضوع منتهي. بس في عقبة صغيرة قدامنا معلمنا. وشو هي بقى؟ مسعود ما معه شهادة سواقة، لأنه صار مقدم عليها أكثر من 10 مرات وكل مرة عم يسقطوا. تكرم عينك تكرم عينك يا أبو مسعود، خليه هلأ يقدم أوراقه منشان شهادة السواقة وبعدين منحكي بموضوع المال. الله يديمكم يا سيدي، لهالوطن زخر
وله الشعب فخر. كتر خيركم يا سيدي الله يديكم. هيك ها الحمد لله اللي خلصنا من قطعه الحديد وبلويها. بالفعل الهم ونزاع عن ظهرنا. ايه ولا انبسطت ولا لا؟ شو انبسطت يا بي؟ حاس حالي طاير من الفرح، وخصوصي لما طلبني المدير على مكتبه. طلبك المدير؟ طبعا امي، طبعا طلبني. يعني انا قديش صار لي موظف بالشركه، لهلا ما فت على غرفه المدير، وعينك تشوف يا بي كيف استقبلني وشربني شاي، وقال لي ما كان في داعي تحط وصايط لحتى تنتقل، انا لحالي كنت بدي انقلك. يخرب بيته ما اكذبه، يعني لو ما تجي الشغله من فوق كان بحياته ما بينقلك. اساسا هيك صاير بالدنيا، اذا كنت مدعوما صرت فوق الريح، واذا كنت نكره بدعوسوك دعوسه بتروح بين الرجلين. بس ماشي الحال، لكن متى بيقول لك الرطل بده رطل ونص، وشاكر بيك مو رطل ونص، عليم الله بيطلع 20 رطل. وسالني كمان منين بتعرفه لشاكر بيك؟ قمت قلت له قربت نسوان. برافو عليك، حلوه صاحبي. لك تسلم لقلبي، شو انك حربوق وفلهوي. يا بي بدي اقول لك شغله، بما انه صارت كلمتك مسموعه عن شاكر بيك وصرت انت وياه خوش بوش، ليش ما بتحاكيه حتى يكمل معروفه معنا؟ عن شو بدي حاكيه؟ يعني اللي بقصده انه حاجتي انا ساكنه ببيت حماي، صار لازم اسكن لحالي. ولا لك راي تاني بابا؟ شئ، ومنين الزلمه بده يدبر لك بيت؟ شو قالوا لك عنه عم يوزع بيوت يعني؟ يا بي مو هو اللي عم يوزع، الإدارة تبعنا عم توزع بيوت بضاحية عدرا، عم توزعها على العمال والموظفين وبأجر رمزي. بس المشكلة إنه أنا دوري بده سنتين لحتى يصل. طيب بابا طيب، ولا يهمك، خلاص بابا اعتبر البيت صار بجيبتك، وبكرة الصبح إن الله راد بعمل لي مشوار لعن سيادته، ولا يهمك. مين أبو مسعود؟ هذا اللي خلص ركبة ابن المعلم من الأسانسير؟ إيه ماشي، يلا لحظة. احترامي معلم. بضاحية عدرا؟ ليش ابنك مو ساكن معك بالبيت؟ لا والله يا سيدي، بيتي انا صغير كتير، والمسكين مسعود ساكن ببيت حماه، وبتعرفوا سيادتكم يعني السكن ببيت الحماه قديش غليظ يعني وله مشاكل. طيب ماشي الحال يا ابو مسعود، انا راح احكي مع المسؤول عن توزيع البيوت، غيره يا ابو مسعود. ايه روح روح، ربي يبارك فيك ويديم عزك. صحيح سيدي، كيف صارت مشيته؟ مين هو؟ المحروس ابنكم معلمنا. طول بالك مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك هلا مو هيك كانت رفضتك؟ بلا، بس أنا ما توقعت إنه السكنة بعذرة فيها كل الشنطة، يعني مسكينة مرتي عم تركب 4-5 سرافيس كل يوم لحتى توصل على القطنة. إيه والحل؟ في عندك حلين بابا، يا أما بتنقل إياها لشي مدرسة قريبة، يا أما أنا بدي سلم بيت عذرة وأرجع لبيت حماي. ايه الحق بيده ابو مسعود، احكي له مع شاكر بيك، خليه ينقل له مرته لعدرا، حرام تضل بقطنه. نعم منيحه كثير اخي، ركبته بتاخذ العقل ومشيته عين الله عليها. شكرا كثير لك يا ابو مسعود، مع السلامه. العمى شو هالعلقه هاي؟ طول بالك، ما بدها كل هالعصبية. لك يا حاجة بقى تقولي لي طول بالك، العمى بقلبه ما أغلظه، ما بلاقي إلا كل ساعة نطلع عندي على الإدارة. شو إجا أبو مسعود؟ شو اتصل أبو بطيخ؟ العمى بقلبهم بحرموا الواحد يساعد حدا. لك إيه كانت باطلة ومحولة الساعة اللي سحب رجل الصبي من الأسانسير. إيه والمعنى؟ المعنى لازم نركب له تليفون بعدرة، لأنه هاي الحالة مو حالة أبداً. يعني أنا شلون بدي أطمن على ابني ومرته كل يوم والتاني؟ ما اختلفنا، بس مفكرة تركيب التليفون هي أنت التانية؟ لمعلوماتك لازم يكون مسجل عليه من 10-15 سنة ليطلع له هلأ. ايه صحيح، بس بيتركب استثنائي مو مشكلة، وهيك شغلة ما رح يعجز عليها صاحبك. مين صاحبي؟ مين يعني؟ شاكر الماجي. يعني يا أبو مسعود نحن مين قلنا غيره؟ ايوه مين؟ ابو مسعود؟ استغفر الله العظيم، اخي قل له ماني موجود. عفوا مدام، في شخص طالب مقابلتك. مين هو؟ ما قال لك شو اسمه؟ ما قال شو اسمه، قال بس تشوفيه بتعرفي. طيب خليه يدخل. حاضر مدام.
شكرا يا اخي. مرحبا مدام. هذا انت؟ اهلين. اهلين فيكي مدام. الحقيقه فيلتكم ما بتضوي حدا، راسا استدليت على العنوان. خير، شو بتريد؟ كيف ركبتوا الاستاذ امجاد؟ ان شاء الله صارت احسن. الحمد لله احسن. ما قلت لي شو بتريد؟ ها ها، اختك ام مسعود مرتي يعني، المسكينة كتير عم يشغل بالها على مسعود بعد ما سكن بالضاحية. ليش يا حزرك يا مدام؟ لأنه الضاحية بعيدة ومقطوعة وما في تليفون عند ابني مسعود، بينما لما كان ساكن ببيت حما كانت كل شوي والتانية تطمن عليه، رن ألو مين عطوني مسعود، رن ألو مين عطوني مسعود. أما هلأ يا حسرتي على هالولد، شلون نقطع فرض قطعة؟ المهم هلأ شو المطلوب؟ يعني إذا ما في أسئلة تحكي لنا سيادته، بركي بيتعطف علينا وبيحكي سيادة مدير الهاتف، بركي التاني بيتحنن علينا وبيعطي استثناء بتليفون لابني مسعود. وليش ما طلبت هالطلب من جوزي شخصياً؟ الحق معك تسألي هالسؤال، بس الحقيقة ما عم لاقيه بالمكتب يا مدام، صرت مارق عليه أكثر من 10 مرات وما كنت اجتمع فيه ولا مرة. طيب بس يجيب قله فتحي وصل على الباب. سيدي خير؟ شوفي لك شبك ساكن. سيدي حكوا معنا من المستشفى وقالوا انه امجد عامل حادث بالسيارة. شو هالحكي؟ بس طمنوا سيدنا، خبرونا انه الحمد لله ما في شيء. اعوذ بالله من غضب الله، الحق بدي اشوف. يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. انت الشاب الشامي اللي اسعفت ابني لهون؟ اي نعم سيدنا انا. الحقيقه انا عاجز عن شكرك. تفضل هاي كرتي، في ارقامي الخاصه والخاصه جدا، امانه شو بيلزمك بتتصل فيني، استثناءات وصايد انا جاهز. شكرا سيدنا، تفضلتوا. يعطيك العافيه، كتر خيرك. العم الكرت فاضي. ان شاء الله الف مبروك يا مدام، وريتك هيك ريتك تلبسيهم بالهنا والسرور وتصيري زبونه المحل على طول. مرسي كتير مسيو دانيال، مالنا غينا عنك، بس يعني فيني اسألك سؤال لو سمحت؟ ولو يا مدام تفضل اسألي، المحل كله تحت امرك. يا ترى اذا انا حبيت يعني بيوم الايام انه هالقطعة اللي اشتريتها من عندك بيعها، او مثلا يعني مثلا ها اذا بدي بدلها، او يعني يعني افرض مثلا مثلا يعني ها اذا. يا ستي المحل كله رهن اشارتك، سواء حبيتي تبيعي او تبدلي او تصلحي او لا سمح الله ترهني. يعني باختصار نحن بهمنا راحة الزباين أولا وأخيرا، لذلك أسلوب تعاملنا معكم غير محدود. يعني المسألة ما فيها إزعاج أبدا أبدا؟ على الإطلاق يا مدام، على الإطلاق، بالعكس تماما. يعني طالما هالصيغة طالعة من محلنا فنحن مجبورين فيها طول العمر، هذا طبعا بالإضافة للجارانتي يلي بتقدري تستعمليه للتصليح لمدة 5 سنين فري. بتعرف ليش عم بسألك هالسؤال مسيو دانيال؟ لا والله ما بعرف. ليش يا ترى؟ لاني بصراحه انا كتير بحب بدل وغير، ويا من تراني ابدا كل الوقت لحق الموضه. إيه طبعا مدام، هذا حقك الطبيعي ولازم تلحقي الموضه، ما احلاكي مالك لحقتيها. يعني شو بينقصك مدام؟ يعني عدم المؤاخذه حضرتك ست صبيه وحلوه ودمك خفيف وبيلبق لك شكل الماس دروب دروب. ميرسي كثير مسيو دانيال، هاي عيونك الحلوه. الله يخليك، يا اهلا وسهلا مدام. يلا باي باي. باي باي، مع السلامه. بونجور مسيو دانيال. بونجور مدام، اهلا وسهلا ومرحبا. كيف الصحة؟ الحمد لله مدام بخير وسلامة. الحقيقة أنا سمعت عنك كتير وعن محلك وعن معاملتك الحلوة للزباين. الله يعزك يا مدام، وإن شاء الله نكون دائما عند حسن الظن. مثل ما عم بقلك أنا ما عم بجاملك، أصلا أنا ما بحب المجاملة، كل اللي بيعرفوني بيحبوا هالطبع فيني. أنا طبع؟
طبعا الصراحة يعني مثلا أنا ماني مضطرة إله للقرد يسلم لي هالوش حلو بدافع المجاملة والمسايرة. ماني مضطرة منوب. فعلا مدام مالك مضطرة منوب. مثل ما عم بقلك في ناس هيك بيعملوا. فعلا يا مدام كتير من الناس هيك بيعملوا. عدم المؤاخذة ليش ساكتة؟ ليش قاعدة؟ ليش واقفة؟ تفضلي تفضلي مدام تفضلي. يا أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا. شو بتحبي تشربي؟ بارد ولا سخن؟ قهوة سادة بس لو سمحت تقيلة كتير. ايه على عيني وراسي يا شركس. نعم مسيو دانيال. قهوة بلا بن على عيني بلا سكر بلا تقيلة يعني. اوكي مسيو دانيال. مو بإيدي، بحب القهوة مجبولة جبل مثل الطين. هالعادة عندي إياها من زمان. بالظاهر بتدخني مو هيك؟ لا أنا ما بدخن. يا عيني عليكي، لأنه ما في أبشع وما في ألعن من منظر الست وبإيدها سيجارة. بس أنا بحب الأرجيلة كتير. الأرجيلة؟ ليش لا يا مدام؟ ليش لا؟ لأنه شو ناقصك يعني؟ عليم الله منظر الأرجيلة بتمسد جميلة بيطير العقل. مين هي جميلة؟ ما بعرفها. قصدي بتمسد حلوة. أي ست لا على التعيين. لا وصايرة الأرجيلة موضة بهالأيام. بتلاقي صبية صغيرة لسه ما فقست البيضة عنا وداحشتلك بتمها بربيش الأرجيلة وعم تنفخ. يعني لما كنت صغير كنت اتزاول من جدي لأنه بيشرب أرجيلة، وكنت اهرب منه سفر سنة لما يبوسني بالعيد بده يعطيني عيدية اهرب منه ريحته دخان. بيجوز بس جدك كان يشرب معسل؟ لا والله يا مدام، جدي كان يشرب تنباك عجمي ولاد آني. لا تأخذني بهالكلمة، هدول ريحتهم مثل بعر الجمال. قلتك بعر الجمال. مثل ما عم بقلك أنا صريحة كتير. ما في أحلى من الصراحة يا مدام. المهم مسيو دانيال. مري مدام. أنا لسه ما عرفتك بحالي. ولو فيك الخير والبركة. أنا مدام إنصاف طرمخاني، سورية من الشام وساكنة باللادي. والسبعة عام يا مدام طرمخاني. مثل ما عم بقلك أنا ساكنة باللادية من زمان، وسكنة اللادية إلى سبب عندي. أكيد جوزك بيشتغل هنيك. لا أنا مالي متجوزة، لأني بكل بساطة يعني ما بدي جيب الدبلة كرمي. ولا أنت شو رأيك؟ الحق بيدك مدام. مظبوط، تضرب الدبب وعيشتها. أنا سكنت باللادية مشان هوى البحر، يعني صابتني علة والدكاترة وصفوا لي هوى البحر. حلو هوى البحر، حلو، ما في اعتراض أبدا. هو صحيح دبق بالصيف ورطوبته بتعشش بالعظام، بس منظره عند الغروب بيخلي الواحد ينسى همه. يسلموا هديات يا شركاس. تفضلي مدام. ميرسي كتير. أهلين مدام طرمخاني. ايه من أول سيدي. تفضلي مدام. أنا الحقيقة مو جاي أشتري من عندك لا ذهب ولا ألماس، لأنه الحقيقة وأنا مو ناقصني شي منه، وعندي صيغة طامرتني طمر. ولو سلامة خيرك مدام. مثل ما عم بقلك أنا الهدف من زيارتي إلك هو التالي. تفضلي مدام. شايف هالحجر هاد؟ نعم شايفه. بدي إياك تبيع لي إياه بسعر مناسب، وإلك إكرامية محرزة. ممكن أشوفه لو سمحتي؟ تفضل. ولي شو هاد؟ حجر شو هاد؟ ولو مسيو دانيال؟ حجر شو بده يكون يعني؟ حجر شطرنج؟ مو عيب وانت أكبر صايغ بالبلد تسألني هالسؤال؟ صحيح، بس صدقيني يا مدام ما مر علي مثله. كسمه غريب شوي. شو هاد؟ شو هاد؟ شو؟ شو نوعه يا ترى؟ ولو مسيو دانيال وين خبرتك؟ هو الحقيقة مو مبين له نوع ولا حتى عليه القيمة، يعني عدم المؤاخذة. لا هيك رح أزعل منك. ما بدي ازعل المساله يا خانو. على كل حال استني شوي حتى افحص لك اياه، ومثل ما بيقولوا عن جرن الحمام بتبين القرعه من ام الشعر. والله يا مدام هالحجر هاد ماله جنس القيمه منوب، يعني على هوا لونه وشكله لا هو جاد ولا هو توباز ولا فيروز ولا عائق ولا زبرجد ولا مرجان. بقى منين جايبتي حضرتك مدام طرمخاني هالحجر اللي مو معبي عينك؟ جاييني هدية من مرت المليونير الأفريقي مكاو زنزيري، لما كان جوزي الله يرحمه يشتغل بأفريقيا. ومثل ما بتعرف أفريقيا بيت الألماس، أشهر المناجم موجودة فيها. شو الحكي هاد طرمخاني مدام طرمخاني؟
هلا الحجر التعيس هاد الماس طرمخاني. طبعا مسيو دانيال، هذا مع احترامي لخبرتك اسمه الالماس الاسود بلاك دايموند. عدد القطع الموجود منه بالعالم كتير قليل. في واحد اكبر من هذا الحجر، هذا مكاو زنزيري لإليزابيث تايلر، وواحد تاني اصغر من هذا بشوي، هذا لأمة لبرتني سبيرز لأنها انتجت لبنتها اول جولدن كومباك ديسك وقت حضر الاحتفال مايكل جاكسون، جون ألتون، جورج مايكل، ويتني هيستون. شو بالظاهر ما سمعت انت بالاحتفال؟ لا والله يا مدام. بس ما بيصير هيك يا مسيو دانيال، شو وين عايش انت؟ شايفة يا مدام، شايفة؟ شايفة شو عم يروح علينا؟ بس شو بدنا نساوي؟ يعني نحنا يا دوب نلحق السوق والصندوق مدام طرمخاني. المهم هلا، يعني فيني اعتمد عليك بهالشغلة؟ أنا شغلة؟ شغلة بيع حجر الألماس؟ لسه بتقلي حجر الألماس. صدقيني يا مدام، هالحجر هاد ماله جنس القيمة، وهالحكي أنا ما عم قوله اعتباطاً، عم قوله بناءً على خبرة طويلة وتجربة عريضة. ولا تأخذيني، أنا مقلي أسناني بهالشغلة. طيب قديش حاطط له سعر هذا؟ أنت شو بتحط له سعر؟ والله إذا غلي سوقه، غلي سوقه يعني يا دوب يجيب 500 ليرة. شو عم تمزح معي ولا عم تخفف دمك؟ لا والله مدام طرمخاني، ما عم بمزح منه، بالعكس عم بحكي بمنتهى الجد. يعني إذا تقاله راغب يعني يا دوب يجيب السعر. لا حبيبي، روح اشتري بال500 تبعك بذر وقضامي وفصفصهم على مهلك. والله شي بيحير. طيب قديش لازم نطلب فيه برأيك؟ 3 ملايين. شو عم تقولي مدام طرمخاني؟ 3 ملايين شو؟ مثل ما عم بقلك، 3 ملايين ليرة عدا ونقدا. يعني إذا إجاك 3 ملايين إلا 500 ليرة وعك تبيع. والله هي قصة مصيرة. الله وكيلك، النهاري كوميدي من أوله. هلأ لا تخليني أزعل منك، أنا ماني جاي أتمسخر وتسكع. حبيت أنك تتعاون معي أهلا وسهلا، ما حبيت وداعا للقاء بعده، وصلى الله وبارك. طيب ولا يهمك مدام، وأرجوك لا تأخذيني ولا تزعلي مني، وبإذن الله ما رح تطلعي من هالمحل إلا وأنت رضياني. إيه هيك ها؟ هيك بيحكوا الأوادم. على كل حال يا مسيو دانيال، أنت عرض لي حجر الألماس عندك بالواجهة وطلب فيه المبلغ اللي قلت لك عليه. 3 ملايين ليرة؟ إيه نعم. ولك مني إذا مباع 10% من حقه حلال زلال وصحتين على قلبك، وإذا ما مباع بترجع لي، وما رح أنسى معروفك طول عمري. منيح هيك؟ خسران شي أنت من جيبتك؟ لا والله يا مدام، ماري خسران شي، شو بدي أخسر يعني؟ حلو كتير، معناها اتفقنا. تكرم عينك، اتفقنا. بس وينك مسيو دانيال؟ أقل من 3 ملايين أوعك تبيعه، أنا هذا شرطي الوحيد. طيب مثل ما بتريدي مدام طرمخاني، هذا مالك وملكك الخاص وانت حرة فيه. وبترجاك تدقلي تليفون على اللادية إذا اجتمعت بزبون راكب، ولا أقول لك بعت لي فاكس، لأنه أنا شطاطة كتير وحوصاتي كتار، لما برجع على البيت بقرأ الفاكس تبعك. عندك فاكس بالمحل؟ ولو طبعا عندي. عظيم كتير، لكن هي رقم الفاكس تبعي. يلا خليني أنا أمشي، ما بحب سافر بالليل، بحب سافر على ضوء. بدك شي مسيو دانيال؟ علاتي رايحة؟ ايه مهون ان شاء الله، الله معي. أرفوار. مع السلامة، سوقي على مهلك مدام، الله يحرسك، تصلي بالسلامة ان شاء الله. مثل ما عم بقلك يا زهر، ما كان يقتنع ولا بأي شكل، بس بعدين قبل هو عم بيضحك ويلعب. يعني رح يبيعلك الحجر؟ ب3 ملايين ليرة، ما بينقص ولا قرش. طيب ومين حط له السعر العالي هذا؟ شبهنا زهرة، أنا. ومين هالزبون أحمى القلب اللي بده يدفع هيك مبلغ؟ ولو أنت. أنا؟ طبعاً أنت ما حتدفعي ولا قرش، بس رح تفوتي لعنده على هالمحل ورح يطير عقلك بهالألماس السودة. تعرفي إني ما فهمت عليكي ولا حرف؟ ولا يهمك، أنا رح فهمك كل شيء. بونجور مسيو دانيال. اهلا وسهلا. بونجور مدام، يا صباح الفل والياسمين. كيفك؟ شلون الصحة؟ والله الحمد لله، وانت شلونك؟ والله انا يا دانيال كتير مالي وضايق اخلاقي.
ليه لا سمح الله؟ يا أخي ما في شي جديد بهالسوق، يعني الجوهرجية كلياتهم عم بيقلدوا بعضهم، وبمجرد ما شي صايغ طلع بموديل حلو تاني يوم بتلاقيهم كلياتهم ركضوا يقلدوا نفس الموديل، وبينطلس هيك بين الناس طلص. الحق بإيدك، هذا اللي عم بيصير. بس محلاتنا ما بتقلد حدا يا مدام، والقطعة اللي بنشتغلها ما بنشتغل وحدة تانية مثلها أبدا، حفاظا على الخصوصية. ولهالسبب جاي أشوف، يا ترى منزل شي جديد ولا لساتك على قديمك؟ ولو يا مدام، معقول يعني؟ أنا عندي كل رأس شهر تشكيلة جديدة وكوليكشن جديد بضاهي المصنوعات الفرنسية والإيطالية. مثل شو يعني؟ ممكن تورجيني؟ إيه على عيوني، تفضلي. بس يا ترى في شي محدد بذهني؟ لا أبدا، بس يعني بدي هيك شي قطعة أوريجينال صرعة، يعني كيف بدي قلك، قطعة نفيسة هيك ما حدا عنده مثلها. إيه على عيوني وراسي، بس ممكن تنوريني من ناحية السعر؟ ولا يهمك أبدا، أنا مالي حاطة سقف أبدا، يعني مثل ما بتعرف البضاعة الحلوة بتحرس ثمنها. إيه على عيني وراسي ولو. تفضلي مدام، شوفي مثلا هالمساطير. لا مسيو دانيال، لا عندي كتير من هالنماذج، أنا ما بحب هيك شي. لا شو بتريدي يا مدام؟ الحقيقة أنا احترت شويها. والله وأنا محتارة كمان، بس تعرف فرجيني هالحجر الأسود لو سمحت. هالحجر؟ إيه يا رب يكون مثل اللي ببالي. ورجيني يا على عيني وراسي، تكرم عيونك. تفضلي مدام، وهي الحجر. يا سلام يا دانيال، شو انك حربوق وبتعرف تتسوق. لك منين لك هالالماس السوداء؟ هلا هي الماسه مو هيك؟ طبعا الماسه، لكن نحاسه ولا شو شايفني جدبه؟ ما بفهم يعني الارنب من الجردون. لا العفو مدام. شو هاد؟ سلامتك معشومه. لكن شو معنات حكيك؟ ولا شي مدام، ولا شي. قطعوا لحش الله وكيلك. اسمعي بسطحي، قال له الحمار نفخ نار، قال له ما احترق لسانه، قال له اسمع وسطح. هلا ما قلت لي من لك الالماس الحلوه يا درسان؟ عجبتك مو هيك؟ طبعا عجبتني، بتطير العقل. هي بدها ناس تفهم فيها دانيال، مو ناس هيك هات ايدك ولحقني. الله وكيلك، صار ملحوشه عندي بالواجهه. هلا بدي افهم شلون بتعرض هيك قطعه عندك بالفيترين؟ حدا بيعمل عملتك هي يا دانيال؟ قلت لحالي اذا قديش سعرها؟ الحقيقة غالية شوي. أكيد بدها تكون غالية دانيال، لأنه هي قطعة نفيسة ونادرة، أكيد هي من ملاجم أفريقيا. شو عرفي؟ لك لا يا دانيال، حاجة بتزعلني هلا منك، حاجة ترميني بحجارك بقى. هالألماسة هي بعرف ما حدا عم بيقرب عليها لأنه كتير غالية، ما هيك بدها تقلي؟ مزبوط 100% مدام. قلي قديش سعرها بقى، نفخت قلبي. يا ستي هي سعرها 3 ملايين ليرة. لا هيك كتير دانيال، يعني صحيح القطعة كتير نفيسة وما لها بديل، بس هذا مو معناته انك تستوطي حيطي وتشرف شلف. صدقيني يا مدام ما عم بشلف، بس هالألماسة بالذات سعرها محدد ومرابح من وراها ما في. شوف دانيال، انا اكتر من 2,400,000 ما رح ادفع لك، بقى لا تطول ولا تقصر، الألماسة عجبتني وبدي اخدها. يلا. هو الأحب على قلبي، بس والله ما بتوفي معي يا مدام، ما بتوفي. هلأ لا تعقد المسألة، لف لي اياها وقولي مبروك، خلصني بقى. صدقيني ما بقدر مدام. وليش لحتى ما تقدر؟ لانك جرمتيني بالسعر جرم. ايه ما جرمتك ولا شيء. يلا الفلياها، يلا بقى. اسف يا مدام، اقل من 3 ملايين ليره ما بقدر ابيعها. لك شو صاير لك اليوم دانيال؟ ليش متنح معي هالتتنيحه؟ مالي متنح يا مدام، بس بخسر اذا بعتها بهالسعر، بخسر. فظيع انت، فظيع شو عسير. خلص طيب، راح ادفع لك فيها 2,500,000 بس. مدام فهميني الله يخلي لي اياكي، انا ما بقدر بيعها بانقص من 3 ملايين ولا بشكل. اذا بدك تخدمني بتقدر، بقى فكر بالموضوع. والله ما بعرف شو بدي لك. طيب راح ادفع 2,600,000 اوكي، واكثر من هيك ما بقى ادفعها، اصلا ميزانيتي ما عاد تسمح لي ادفع اكثر من هيك. طب ارتاحي انت عربي، ما اسال شريكي. يا جركاس مو مسو دانيال، اعمل فنجانين قهوة الله يرضى عليك، عربين ما ابعت هالفاكس. يا لعين. دفع بالألماس السوداء مبلغ
و600,000 ليرة سورية، فهل نبيعها؟ دانيال السعدي. منين أفراكس؟ من مسيو دانيال ما غيره. شو عم يقول؟ عم بيقول زهرة دفعت له 2,600,000 بالألماسة. ايه شو بدك تجاوبي؟ طبعا حسب الخطة ما بسمح له يبيعها بأقل من 3,000,000. ايوة برافو. اسمح لي رح رد له جواب. خير؟ شو قال لك شريكك؟ مثل ما لي متوقع، ما قبل ولا بشكل، بده 3,000,000 ليرة على دوزبارة. شوف دانيال، بصراحة أنت وشريكك كتير غلطانين، وأنا عم قلك ها، بالنهاية ما حدا رح يندم غيرك أنت. خاطرك؟ طيب عدي شربي قهوة مدام، ليش استعجلتي؟ شو بقى أنت؟ طيب ليش العجلة على غفلة؟ عدي شوي حتى ورجيكي أشياء تانية، يمكن أقدر أخصم لك. لا 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 بخصم لك مدام ولا همي. لا دانيال إذا بدك بعدين أنا ما نسيت قلك إنه عندي موعد مع السائق أبو وليد، يا الله جايب بضاعة بتطير العقل، أنا رايحة أشوفها، باي. يلا معي. مع السلامة. أبو وليد قال جازم. ولك يخرب بيتها شو قلنا حيواني، ضروري تسعر الألماسة بثلاث ملايين؟ ايش بهون 2,600,000؟ بيضرونا شي؟ جركاس جاوبني كخ يعني؟ اعليم الله إذا لقيت الحجر بالطريق ما بقيمه من أرضه. الألماسة قال شو بده يكون موقفك لو إجا الفاكس بالموافقة على 2,600,000؟ منين بدك تفعيلهم؟ إيش بعرفني؟ يمكن كنت تشرشحت شرشحة على أول ما لآخر. لا تخاف عليها، ما في أهون من إنه تلاقي لها سبب وتتملص منه. يعني مثلاً كان ممكن إني أقول له نسياني دفتر الشيكات، رايح أجيبه وأرجع فوراً. هذا وش الضيف؟ مرحبا دفتر الشيكات. بس برافو عليك يا زهرة، انت عملتي مثل ما انا بدي بالضبط. ايه وبعدين شو بدنا نساوي؟ هلا اجى دورك يا رؤوف، بقى ورجينا شطارتك لنشوف. ولو مدام طربخاني، اخوك رؤوف بيعجبك، عايشين بنفس البطن وشربانين نفس الحليب، بس منين جايبتي لنا كنية الطرمخاني هي؟ الصقل ممتاز والتشطيب رائع، يعني لا في انكسار ولا زوايا مدمجة، واللون نقي جدا والخامة خالية من الشوائب. باختصار هالألماسة هي نموذجية وحرام تتقطع، لازم تضل مثل ما هي شقفة واحدة. يعني شو ممكن ينعمل من هالألماسة برأيك؟ يا سيدي ممكن ينعمل منها خاتم رجالي أو يترصع فيها مطيف ألماس. معك حق، يعني الواحد بيقدر يتكيف فيها كيف ما بده. عفوا يعني ولو انه هذا السؤال حشري شوي. لا تفضل ولو. مصدر هالألماسة منين؟ اولا سؤالك مو حشري، لانه من حق زبون يعرف المصدر والمنشأ. ثانيا هالألماسة هي مستخرجة من منجم فستادي لرامينتا بافريقيا، والترخيص لشركة طليانية، والواقع مثل هالألماسة ما في منا الا برقبة مرت المليونير مكاو زنزيري ورقبة إليزابيث تايلر، وفي رقبة ثالثة. رقبة مين؟ والله ما عم بتذكر رقبة مين، بس ما تكون رقبتي. الله عليك يا أستاذ، شو دماتك خفاف. يا سيدي قديش حاطط لها سعر؟ كلمة واحدة ورغطاها، أنا ما بحب المفاصلة والمعالجة يا أستاذ رؤوف. 3,000,000 ليرة. شوف هي بتسوى، بس أنا الحقيقة وقت شفتها قلت يعني 2,500,000، ومن عندي 100 نرفعهم 100 معلش. يا سيدي أنت الكريم ونحن منستاهل. يعني أبلان هيك؟ لا والله يا أستاذ مالي أبلان. لحلحة شوي يا مسيو دانيال، شوي من عندك شوي من عندي إلا ما نصل. آسف يا أستاذ ما بقدر منوب. وليش بقى؟ لأنه مرابحها معدومة. بعدين بيني وبينك يعني اللي بيدفع 2,600,000 ما رح يعجز عن دفع 3,000,000 استاذ رؤوف. صحيح، بس الزبون بيتزاول اذا ما اخذ خصم،
يعني قصوب علي وخصم لي وأنا رضيان، أحسن ما تتمسك بالسعر وتجلدني فيه. ولك يا حبيبي خل ألماسي قصتها قصة. خير، شو قصتها؟ إيه أنا بعرف، قال يلي بيعرف بيعرف ويلي ما بيعرف بيقول كف عدس. المهم هلأ ما رح أتدخل بخصوصياتك، بعتقد أنه 2,650,000 مناح، ما هيك؟ والله ما بعرف شي بمخوي بصراحة. طيب لحظة لأسأل شريكي. شو الحكي؟ بعرف أنه المحل إلك وما إلك شريك مسيو دانيال. إيه صحيح، بس بالألماس السوداء إلي. لحظة شوي لو سمحت أستاذ رؤوف. يا جركاس أهو، يلا رضو عليك. خير، شوفي. للأسف شريكي ما قبل، بده 3 ملايين ما بينقصوا ملايين. فعلا أمر غريب أنت وشريكك، وأنا بصراحة مستعد أدفع 3 ملايين، ما لي عاجز عن هالشي، وما رح ينخرب بيتي بهالكمية ألف الزيادة اللي بدي أدفعهم. بس أنا غضيت النظر عن شراء الألماسي بسبب إهانتك يا مسيو دانيال لزباينك. معاذ الله، معاذ الله أني هي زبايني يا أستاذ. انت وجهت لي اهانة صريحة بهالتمسك السخيف بالسعر، وبصراحة انت مو ابن سوء يا استاذ. المثل بيقلك اذا ما بدك تجوز بنتك غلي نقدها. عود استاذ، مستأنسين، وين رايح؟ لسه القهوة ما شربتها. يلعن الشاي والقهوة ويلي بلاني هالبلوة، خاطرك انهز بدني. الله معك، مع السلامة. استاذ، استاذ. القهوة جاهزة مسيو دانيال. يلعن الشاي والقهوة يلي بلاني هالبلوة، انهز بدني، خاطرك. طيب وبلكي دانيال قال لك ادفع سعرك وما رد على تعليمات صاحبة الألماسي؟ ما بيسترجي، لأن التعليمات الشقيقة صارمة وواضحة، وإلا بتعمل له كاني ماني. طيب أنت شو بدك تساوي؟ هاي صرتي باعتي له لدانيال 5 زباين ووصيتيهم كلياتهم يدفعوا له أقل من 3 ملايين. بدي أعرف شو ناوية تعملي. هلأ أنتوا لعبتوا دواركم والله يكتر خيركم. هلأ إجا دوري أنا، بس اتركوني بالأول نفخ لحتى أعرف فكر. صباح الخير مسيو دانيال. ها، أهلين وسهلين مدام طرمخاني. أهلا وسهلا، مرحبا، الحمد لله على السلامة. شو أنت جيتي من اللاذقية؟ هلأ هي وصلتي. الحمد لله على السلامة. شو كتير؟ إيه والله. شوف شو تشربي، بارد ولا سخن؟ لا بارد، تسلم لي عينك. يا العيوني وراسي يا جركاس، اتنين لمناطة بسرعة الله يرضى عليك. ايه مسيو دانيال، شو صار معنا؟ والله يا مدام ما جابت اكثر من 2,650,000 ليره ولا بشكل. لا وما شاء الله كان اجاني زباين الها مثل زخ المطار. الله وكيلك، كل يوم والتاني يجيني زبون شكل وكلهم دفيعه. ها بس ما بعرف، حضرتك متمسكه بالسعر وبصراحه هاتي اللي ذبحني ذبح. خلينا منطقيين يا مسيو دانيال، ليش لحتى بيع بخساره؟ يا مدام يا مدام افهمي علي، الله يخلي لي اياكي، كلمة 3 ملايين على الناس تقيلة، وما حدا رح يدفع هالمبلغ، ونحن وصلنا لحيطان ال 3 ملايين، بقى ليش بدك اياها على القبلة؟ سايرينا شوي. يا قسما بالله ما كنت مصدق يندفع فيها المبلغ ولا بالاحلام يا مدام طرمخاني. على كل حال ما صار شيء، اعطيني الالماسة وانا بحطها عند غيرك، وشكرا كثير. فظاعة شو انك عنيدة يا مدام طرمخاني. الله يرحم جوزك، شلون كان هيك يعني؟ شلون كان متحملني يعني، ما هيك؟ مو هذا القصد، بس ايه اعطيني الالماس وخليني امشي، حاكم نازله من اللاذقيه لهون لحتى انهي امره. هذا اخر كلام عندك؟ مثل ما عم بقول لك، ما عندي غير هالكلام. طيب مثل ما بدك، تفضلي يا ستي. وهي الالماسه تبعك.
شو هي؟ الألماسة. شو عم تحكي انت؟ عم تمزح معي؟ لا ما عم بمزح، أنا عم بعطيك الألماسة. شلون يعني عم بمزح بها؟ مشان الله لا تخفف دم، مو جعبالي تضحك، مشوبة كثير. أنا ما عم حاول ضحكك يا مدام، أنا عم بعطيك الألماسة تبعك. هلا هي بتسميها ألماسة؟ يا ستي سميها مثل ما بدك كمان. مشان الله لا تضحكني، لا تخفف دم. ما بتضحكك يا مدام، هي بضاعتك ردت إليك وصلى الله وبارك. شوف مسيو دانيال، أنت مسموعياتك كثير نظيفة بالسوق، وصيتك عاطر بين الناس. بقى ليش بدك تسود صفحتك ماني عرفانة؟ سود صفحتي؟ شلون يعني؟ هلا ما لقيت غيري تزعبر عليه؟ شو شايفني ريالتي شاطة ولا مجدوبة؟ ما عم بفهم عليكي. شو بدك بالضبط أنت؟ فاهميني مشان الله. هلا هذا الفاكس مو أنت بعته؟ صح. هذا مو خطك؟ مظبوط. هذا مو توقيعك دانيال السعدي؟ صحيح. هذا الفاكس مو طالع من جهازك مثل ما هو مكتوب هون؟ ولك صحيح مظبوط. مبلا لوين بدك توصلي؟ طرمختيني. بقى معقولة الماسة باعترافك جابت 2,650,000 تقوم تعطيني شقفة حجرة سودة ما بتسوى فرنجين؟ شو شايفني على البركة ولا بدك تنصب علي؟ انصب عليكي؟ لا العفو، انت ما بتعملها لانه انت مالك نصاب، بس اكيد عم تمزح معي او حابب تعمل معي شي مقلب. ما عم بفهم يا جماعة، فهم انسطم، تفكيري شل. شو بدك مني بالضبط يا مدام؟ بدي ألماسي اللي حققت 3,000,000، يا اما اعطيني ألماسة جديدة بنفس القيمة